بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في محاضرتنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في محاضرتنا النهاردة عن الموبايل جينيريشن وهنتناول ايه سيستم مهم جدا اللي هو GSM. يعني ايه كلمة موبايل جينيريشن؟ اولا يعني ايه كلمة كده موبايل جينيريشن؟ دلوقتي الناس لما جت تشتغل في شبكات المحمول كان زي اي حاجة في الدنيا بتبدأ بصورة بدائية ولازم يكون فيها عيوب تمام كده، ويبدأوا بعد كده يمسكوا العيوب واحد اتنين تلاتة ونبدأ نحل المشاكل ونقعد مع بعض ونشوف انهي واحد اي حد وصل لحل افضل للمشكله ناخد بالحل بتاعه، بعد كده نلاقي مشكله تانية نلاقيها عيب في الحل بتاعه ده وضع طبيعي ما فيهوش اي مشكله خالص. فيعني ايه كلمه موبايل جنريشن او بالعربي اجيال الموبايل؟ الناس اللي اشتغلت على شبكات المحمول في او شبكات الموبايل او الشبكات الخلويه بشكل عام قسموا الاجيال لايه؟ لفيرست جنريشن، سكند جنريشن، ثيرد جنريشن، فورث جنريشن، فيفث جنريشن، وحد لحد دلوقتي شغالين في ايه؟ في ريسيرش على السكس جنريشن. يعني ايه كلمه جينيريشن؟ جينيريشن دي بتمثل مجموعه سيستمز ظهرت في وقت معين وكان في لها بعض المواصفات اللي بتجمعها كلها، مواصفات من حيث الداتا ريت، من حيث الباندويتس، من حيث السيل سايز، من حيث الايه الكونستراكشن بتاع النتورك، من حيث الالكترونكس نفسها المطبقه في البيز ستيشن او الموبايل ستيشن. يعني ايه كلمه جينيريشن؟ ها جينيريشن يعني جيل. احنا في جينيريشن كشباب بنقول ايه؟ جيل الشباب، جيل الشيوخ، جيل مثلا الاطفال او كده، بنقصد بالحقبه التاريخيه اللي اي حد ينتمي للفئه دي يبقى ليه كاركترستيك معينه تقريبا ثابته فيهم كلهم. اي نعم كل واحد له طباعه الشخصيه، بس لما تيجي عن فتره الشباب مثلا هتلاقي ايه الشباب بشكل عام في بعض الحاجات المشتركه بين الاول والثاني والثالث والرابع لانه في المرحله الزمنيه او في الحقبه الزمنيه دي. فكلمه جينيريشن ده يعني جيل. فالفيرست جينيريشن يشمل بعض سيستمز لها مواصفات معينه تمام كده. السكند جينيريشن نفس النظام، حصل تطوير في مجموعه من سيستم، كل سيستم حصل فيه عيوب طورنا فيه، خدنا مجموعه سيستمز لقيناها افضل بكتير من الفيرست جينيريشن فما انضمتش للفيرست جينيريشن فقلناها جينيريشن لوحدها سكند جينيريشن. نفس النظام الثيرد جينيريشن ده ها بيمثل حقبه تاريخيه معينه او مجموعه سيستمز ها لها مواصفات ايه معينه فانضمت ايه للثيرد جينيريشن او انضمت لجيل معين بحيث ان هي لها كلها كاركترستكس مش ثابته، كاركترستيك متشابهه او متشابهين مع بعض في حاجات كتير قوي فسميتها جينيريشن تمام كده. بعد كده في الفورس جينيريشن والفيفث جينيريشن. ايا نيجي نشوف كده الفيرست جينيريشن عباره عن ايه. هو الفيرست جينيريشن، الفيرست جينيريشن الناس كده في الاول خالص كانوا زعلانين من التليفون الارضي وعايزين بقى ايه كل يوزر يبقى مع عده كده كونكت اني تايم اني وير، اتكلم بيها في البيت، بره البيت، في المسجد، في الكلاب، في اي مكان خالص اقدر ايه استخدمها، اعمل مكالمه، استقبل مكالمه، اخش على خدمات النتورك من ابلود داونلود تمام كده، تعمل اللي انت عايزه في النتورك، اكسس ذا نتورك بشكل عام تمام كده. فالفيرست جينيريشن كانت حاجه بدائيه خالص، كان فيها السيلولر سيستم الكاركترستيك بتاعته الصفات العامه للفيرست جينيريشن. ولما اقول فيرست جينيريشن انا اقصد مجموعه من سيستمز زي مين؟ زي الادفانسد موبايل فون سيستم، ادفانسد موبايل فون سيستم، نورديك موبايل فون سيستم، توتال اكسس كوميونيكيشن سيستم، يوروبيان توتال اكسس كوميونيكيشن سيستم. هل دول سيستمز سيستم واحد؟ لا، دول اكتر من سيستم ولكن كان فيهم مواصفات عامه تجمع الاولاني مع الثاني مع الثالث مع الرابع، صفات مشتركه كده. فعشان حطيت عشان كده حطيتهم كلهم ها في جينيريشن معين وسميته ايه الفيرست جينيريشن. فيرست جينيريشن على اساس انها كانت حاجه بدائيه واول سيستم ظهرت في الموضوع فلازم تبقى هي في الفيرست جينيريشن. السيستم اللي احنا ذكرناها من شويه ده بشكل عام ايه مواصفاتها؟ كان بيستخدم كان شغال عند ترددات 800 ميجا هرتز و 900 ميجا هرتز، واي تنظيم اتصالات في الدنيا هتلاقي ان فعلا كميه الباند 800 ميجا هرتز و 900 جيجا هرتز ده للسيلولر سيستم او الموبايل كوميونيكيشن. السيلولر سيستمز اللي من النوع اللي احنا ذكرناه ده او اللي تتبع كلها للفيرست جينيريشن كانت شغاله عند 10 ميجا هرتز، يعني 666 دوبلكس شانل بفرض ان كل شانل 30 كيلو هرتز. وقلنا يعني ايه كلمه دوبلكس شانل؟ احنا قلنا دلوقتي علاقه الكوميونيكيشن بين اليوزر ها والبيز ستيشن علاقه ايه؟ فول دوبلكس. يعني ايه؟ ها لا البيز ستيشن هسميها ترانسميتر ولا الموبايل ستيشن هسميه ريسيفر ولا العكس، لا ده انا هسمي البيز ستيشن ترانسيفر والموبايل ستيشن ايه؟ ترانسيفر، لان علاقه الكوميونيكيشن ايه؟ ها فول دوبلكس، يعني كل منهما يقدر يعمل اتصال ترانسميشن وريسبشن في نفس الوقت. فعشان كده كلمه دوبلكس شانل، دوبلكس يعني مزدوجه، يعني ايه؟ يعني مش فريكوانسي، يعني اثنين فريكوانسي، ممكن فريكوانسي وفريكوانسي بس عليه اثنين تايم سلوت، ها ممكن نفس الفريكوانسي ها اللي هو ايه؟ ها وعليه اثنين كود لو انا مطبق سي دي ام اي. دوبلكس يعني مزدوجه.
بيقول لي بقى الجنريشن ده كان بانكلود انالوج سيستم ذات كان فويس كوميونيكيشن اونلي، يعني ايه انالوج؟ انا عندي الاشارات دلوقتي يا اما كونتينوس تايم كونتينوس امبليتيود، دي بسميها انالوج سيجنال، تمام كده؟ ها يا اما كونتينوس تايم ديسكريت امبليتيود او ديسكريت امبليتيود او ديسكريت كونتينوس تايم ديسكريت امبليتيود او ديسكريت امبليتيود كونتينوس تايم، دي بسميها ديسكريت سيجنال، تمام كده؟ لو هي ديسكريت تايم ديسكريت امبليتيود دي بسميها ديجيتال سيجنال. فيعني ايه كلمه انالوج سيجنال؟ انالوج سيجنال يعني يعني اشاره انالوج سيستم، يعني السيستمز اللي مننا ده كانت بتنقل انالوج سيجنال بس. طب ايه اشهر انالوج سيجنال معروفه عندنا؟ اشاره الصوت اللي هي من 0 ل 4 كيلو، تمام كده؟ هل يعني اشاره الصوت ما ينفعش انقلها ديجيتال؟ لا، تنفع تنتقل ديجيتال قدام بعد ما اعمل لها سامبلر وكوانتايزر وكوانتايزر وانكودر، هتحولها من انالوج لديجيتال. بس السيستمز او الاجيال او السيستمز اللي تخضع للفيرست جنريشن كان كلها بتتعامل مع الاشاره ان هي مين؟ الانالوج سيجنال بس، ما كانش لسه في ايه، ها لسه في اي تجربه او اي حاجه عمليه على الديجيتال سيجنال. فوانس ان الفيرست جنريشن او السيستمز كلها اللي تخضع للفيرست جنريشن كانت معتمده على انالوج سيستم، او يعني انالوج سيستم كوميونيكيشن سيستم بيتعامل مع انالوج سيجنال بس. يعني انالوج سيستمز كوميونيكيشن سيستمز بتتعامل مع تقدر تنقل انالوج سيجنال بس، فكان السيستمز ده تقدر تنقل اشاره الصوت فقط. احنا عايزين ننقل داتا واحنا عايزين ننقل صوت بس، ماشي يا سيدي، ما قلناش حاجه، ده كان عيب كبير جدا في الفيرست جنريشن. بس معلش، زي ما احنا قلنا اي حاجه في بدايتها لازم يكون فيها عيوب، بعد كده نشوف العيوب ايه ونبدا نصلح فيها واحده واحده، اهم حاجه نعترف بيها ونصلح فيها، ما فيش اي مشكله، تمام كده؟ بس مبدئيا كان راجل كان عمل لي سيلولار سيستم مديني عده اتكلم بيها، ما فيش مشكله خالص، كانت بدايه موفقه وكانت بدايه كويسه جدا جدا، تمام كده؟ طب انا هبعت انالوج سيستم، او انا معتمد على انالوج سيستم اللي هو انالوج سيجنال. طب الانالوج سيجنال انا عندي الموديوليشن عباره عن ايه؟ الانالوج ها امبليتيود موديوليشن فريكوانسي موديوليشن والفيز موديوليشن. طبعا احنا هنا في الفيرست جنريشن الانظمه كلها اعتمد على الاف ام او الفريكوانسي موديوليشن. ليه؟ لان الفريكوانسي موديوليشن مور اميون تو نويز عن مين؟ عن الاي ام سيجنال. ولازم نفتكر مع بعض تاني ان اي اشاره ماشيه في التشانل لازم تبقى معرضه لنويز، تمام؟ سواء كانت اي ام او اف ام، اللضب الاثنين هيتعرضوا لنفس النويز، والاثنين هيتعرضوا لنفس الديستورجن، والاثنين هيتعرضوا لنفس التشانل افكت في التشانل، تمام كده؟ طب ليه بقول الاف ام مور اميون تو نويز بقى؟ ما هو الاثنين هيتعرضوا لنفس النويز. بس حبيبي، ما هو الكلام ده صح، كويس جدا، كلام صح وتمام، ولكن اي اشاره ماشيه في التشانل اللي تشانل نويز والديستورجن هيأثر على الامبليتيود بتاعها. طب ده يأثر لي على الاي ام اكتر من الاف ام، ليه؟ لان الاي ام نفسه المعلومه بتاعتي انا حاططها في الامبليتيود بتاع الكارير، تمام؟ فلما الامبليتيود بتاع الكارير يتأثر، ها يبقى الاشاره بتاعتي كلها ضاعت، تمام؟ انما الاف ام سيجنال الامبليتيود بتاعها هيتأثر، اي نعم، بس الفكره كلها انا مش حاطط المعلومه بتاعتي في الامبليتيود خالص، انا حاططها مين؟ في الفريكوانسي. يعني لازم نفتكر مع بعض ببساطه قوي كده ان الاي ام او الاف ام او اي اشاره انالوج او ديجيتال هتمشي في التشانل معرضه لنويز وديستورجن وانترفيرنس، تمام؟ والتشانل افكتس كتير جدا وفيدنج وما شابه ذلك، تاثيرات كتيره جدا. بس الاف ام مقاوم للنويز عن مين؟ عن الاي ام. الحقيقه الاثنين بيتاثروا بنفس النويز، بس الفكره كلها ان النويز بتاثر على الامبليتيود بتاع الاثنين، تمام؟ يعني لو هنفرض ان النويز بتاثر على الامبليتيود بتاع الاي ام سيجنال وبتاع الاف ام سيجنال، تمام كده؟ الاي ام سيجنال هتبقى يعني هتتاثر اكتر من النويز عن الاف ام. ليه؟ ها؟ لان اصلا الاي ام لما تاثر بالامبليتيود انا حاطط الاشاره في الامبليتيود، فالاشاره ضاعت، المسج سيجنال ضاعت. انما الاف ام لما الامبليتيود بتاعه اتاثر، وحتى لو اتاثر اكتر من الاي ام، انا اصلا مش حاطط الاشاره في الامبليتيود، انا حاططها في ايه؟ في مكان تاني خالص اللي هو مين؟ الفريكوانسي، تمام كده؟ الفيرست جنريشن من خصائصه a lot of user can be served at the same time using the FDMA، تمام كده؟ FDMA طبعا مطبق FM signal او مطبق analog signal، فما تقوليش بقى لا TDMA ولا تقولي CDMA، اكيد مطبق ايه؟ ها؟ analog modulation system، انا معتمد على analog multiple access schemes اللي هو ال FDMA. كانت TDMA ظهر؟ لا، TDMA ظهر ما ظهرش الا في السكند والثيرد جنريشن. في السكند جنريشن، تمام كده؟ انما لحد الفيرست جنريشن كنت بطبق اف دي ام. يعني ايه اف دي ام؟ ايه بقى؟ ها قلناها في المحاضره الاولى، ان دلوقتي كل يوزر واخد باند بيتكلم عليه، ولازم يكون في ايه؟ ها لازم البيز ستيشن تعزل اليوزر او الباند بتاع اليوزر الاولاني عن الثالث عن الرابع، عشان ما يحصلش ايه؟ ها ما يحصلش الكروس توك الايه
بين الفويس سيجنال اللي احنا سميناه انترفيرنس وسميناه كروس توك، انا اسمع اشارتك وانت تسمع اشارتي، مش كده وبس يعني كل واحد ليه باند يتكلم عليه بس، لا ده لازم يكون فيه جيرد باند بيني وبينك وبيني وبين الناس اللي جنبي عشان ايه؟ ها لا ياخد جزء من اشارته ولا ياخد جزء من اشارتي. تمام كده، ما احنا قلنا الانترفيرنس في نوعين، كود شانل انترفيرنس لو انا وانت وغيرنا واخدين نفس التراد بنسميه كود شانل انترفيرنس. طب هل الكود شانل انترفيرنس هو الانواع كلها؟ لا، في نوع تاني اسمه الادجيسنت شانل انترفيرنس. اي نعم احنا شغالين اف دي ام اي وكل واحد فينا ليه تردد بيتكلم عليه وليه باند مخصص ليه، بس والله لو انا قريب منك وانت قريب قوي مني والجيرد باند اللي بيني وبينك مش كافي ها ان الفلتر يقطع اشارتك لوحدها والفلتر بتاعي يقطع اشارته لوحدها والفلتر بتاع ايه احمد يقطع اشارته لوحدها والفلتر بتاع عمر ياخد اشارته هو بس لا ازيد ولا اقل، ما تفرحش انك شغال وايد باند فلتر وتاخد ايه ها حاجات ايه ما تهمكش، لا انت كده تبقى معرض للنويز والانترفيرنس، انت كل واحد عايز ياخد اشارته هو بس. تمام كده، فلو ما فيش جيرد باند بين كل يوزر والتاني هيحصل انترفيرنس، فلازم الاف دي ام ايه معناها ان كل يوزر ليه باند يتكلم عليه ومش كده وبس، فيه ايه سفيشنت جيرد انترفل بين كل ايه يوزر والتاني. تمام كده، زي ما احنا قلنا كده ان كل حاجه في بدايتها تمام كده بتبقى بدايه يعني اكيد بقى فيها عيوب كتير قوي، ده وضع طبيعي بس مهم ان احنا نعترف بالعيوب بنحاول ايه ها نعالج فيها، الديميرتس او الديس ادفانتج بتاع الفيرست جنريشن. تمام كده، زي يعني كل حاجه كويسه هتبقى قليله وكل حاجه وحشه هتبقى كبيره ببساطه قوي، مش عايزينك تحفظ الكلام ده كله ولكن ببساطه قوي كل حاجه حلوه هتبقى قليله ها وكل حاجه وحشه هتبقى كبيره. ها قلنا ايه ده اول حاجه دوت الانترفيرنس، الانترفيرنس ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ لا ده حاجه وحشه. تمام، لانه بيعمل ليميتيشن للسيستم كاباسيتي، فيبقى اول عيب من عيوب الفيرست جنريشن موبايل سيستم ذير سيفير انترفيرنس اند ليتل سيستم كاباسيتي، الانترفيرنس كان عالي قوي فيه والسيستم كاباسيتي كانت قليله، لان انا مطبق اف دي ام اي بس مش مطبق تي دي ام اي ولا سي دي ام اي، لا ده الكاباسيتي كانت قليله جدا جدا جدا، كان حتى الفريكوانسي ريوز حتى كمان كان قليل. تمام كده، ذا سيستمز ترانسميت اونلي فويس ويز ابور سيرفيس، كمان انا في الفيرست جنريشن السيستمز اللي تخضع لهذا الجيل كلها كانت بتنقل صوت بس، لان انا كنت بقدر انقل انالوج سيجنال بس، فكنت اقدر انقل صوت ما اقدرش انقل داتا. تمام كده ماشي، انا عايز انقل داتا وده عيب كبير فيه، بس كتر خير الناس برضو اللي في الفتره دي اللي نقلت الفويس بس، كتر خيرهم واحده واحده كله هيجي بس واحده واحده. فمن عيوب الفيرست جنريشن ان كنت ببعت فويس بس ما اقدرش ايه ابعت داتا خالص. تمام كده، مش كده وبس، ده الفويس سيجنال كانت ايه ها البور سيرفيس، كان في بور كان خدمه الفويس كانت قليله كمان ها. تمام، كنت اقدر انقل صوت بس بجوده قليله، جوده قليله ليه؟ ها لان الوايرلس شانل غير الوايرلس شانل بتتغير باستمرار ها از نوت ستيشنري اند اولويز تايم فارينج شانل. تمام كده، وما كانش لسه بقى اللي فيه علاج للفيدنج ولا الناس لسه كانت سمعت عنه ولا الدوبلر شيفت، كان ما حاجه بدائيه كده. تمام، the system has a little power efficiency. power efficiency يعني ايه؟ تخيل ان البيز ستيشن كان بتستخدم ماكرو، كان السيلولر سيستم معتمد على الماكرو سيل، ان البيز ستيشن تغطي مساحه كبيره. ايه العيب بقى ان البيز ستيشن تغطي مساحه كبيره؟ لازم تبعت بباور كبيره قوي عشان توصل لمين؟ ها ايوه اللي احنا قلنا عليه، برافو عليكم، السيل ايدج يوزر. تمام كده، مش كده وبس، ده البيز ستيشن لما تغطي مساحه كبيره ها حد شاطر بقى يقول لي كان ايه العيب كمان في كده، لما تغطي مساحه كبيره يبقى الفريكوانسي ريوز قليل، ما احنا قلنا الفريكوانسي ريوز ها خرج قسمه مين؟ ها الدي على مين؟ على الار، يا اما زود المسافه اللي بين الكود شانل سيلز يا اما قلل السيل ريديوس. قلنا لما جينا عند جزئيه السيل سبليتنج في المحاضره اللي فاتت ها قلنا ايه دلوقتي؟ قلنا دلوقتي يا اما زود الديستانس اللي بين الكود شانل سيل نفس السيل او الاثنين سيل او الاكتر من سيل اللي هيعيدوا استخدام نفس الترددات بحيث ان انا اعمل فريكوانسي ريوز ويزود انترفيرنس عشان ازود السيستم كاباسيتي، اشتري باند صغير من تنظيم الاتصالات واعيد استخدامه اكتر او احسن استغلاله واعيد استخدامه اكتر من مره، يا اما ازود المسافه اللي بين كود شانل سيل يا اما اقلل مين السيل سايز. فدلوقتي السيل ريديوس لما يكون دلوقتي حجم السيل كبير ايه اللي بيحصل؟ ها يبقى الفريكوانسي ريوز قليل، يبقى السيستم كاباسيتي ايه؟ ها سيستم كاباسيتي قليله. طب لما يكون دلوقتي البيز ستيشن بتبعت باور عاليه، ها لما اي سيستم ببعت فيه باور عاليه يبقى انا كده الباور افشنسي ايه؟ ها الباور افشنسي قليله، وانا قلت لك الباور افشنسي قبل كده لازم تكون ايه كبيره عشان ايه؟ ها الموبايل سيستم ده ما يستغلش جزء من الباور، لان الباور ده هو بيدفع فاتوره كهرباء ليها، كل ما بيستهلك اقل باور
في عمليه الكوميونيكيشن، يبقى هو كده حصل ايه؟ ها يبقى هو كده وفر في الايه؟ ها في مصاريف الطاقه. ومش كده وبس، في مصطلح يعني هنرميه دلوقتي وهناخده قدام، يبقى انا كده حصلت على ما يسمى بالجرين كوميونيكيشن. جرين كوميونيكيشن سيستم يعني ايه؟ جرين كوميونيكيشن سيستم، كوميونيكيشن سيستم ذات كان ها كونسيوم ليتل باور، يعمل لي الفانكشن بتاعتي عشان يبقى ريلايبل، بس برضه هيستهلك مين؟ اقل باور. بسميه جرين كوميونيكيشن سيستم. العيب الرابع زي موبايل يوزر اي هي ار هيفي اند زي ار كارد اون فيكلز. احنا دلوقتي بنشوف العده اللي في ايدينا دي عده صغيره قوي قوي قوي، لا ده زمان بقى في الفيرست جنريشن ده ما كانش ينفع علينا ولا انت نشيل عده، لان العده دي العده او الموبايل ايكويبمنت في الحاله دي ما كانتش عده صغيره كده ان انا وانت نتكلم عليها، لا ده كانت معدات عسكريه، وكانت حاجات سفينه مثلا، معدات عسكريه، عربيه مثلا. يعني خدت بالك من تعريف الهاند اوف لما جينا يعني ايه يوزر انتقل من سل لسل؟ كنت بقول لك ايه، في عربيه كده كانوا بتتحرك من السل الاولى للسل الثانيه، العربيه دي يا اما يوزر في العربيه او ان الراجل اللي عمل الرسم دي كان بيتكلم عن فيرست جنريشن، وكان ايه كان يوصل ان العربيه نفسها هي اللي فيها اداه اتصال، كان اليوزر اكويبمنت نفسه اللي هي مين؟ ها حاجه كبيره بلكي، حاجه مثلا مدرعه عسكريه، عربيه عسكريه، عربيه تبع يعني حاجه كده بلكي بلكي قوي، ما اقدرش انا ولا انت نشيلها. كان ممكن مثلا ايه العدد الصغيره في الوقت ده كان ممكن حد يشيلها على ظهره كده ويعمل بها ايه بعض ابلكيشن معينه، عده كبيره فيري فيري بلكي، مش العده اللي في ايدك دي خالص. تمام كده؟ ذا سيستم لاكس سكيورتي، ما كانش في نوع من السكيورتي. تمام كده؟ ليه؟ لان يعني كان ما كانش في حسن استغلال للسبيكترم، كانت السكيورتي سيستم قليله، وكنت بستخدم انالوج سيجنال. انالوج سيجنال يعني ببعت ايه؟ ها يعني ببعت انفاينايت نمبر اوف ليفلز. يعني ايه اف ام موديوليتور اساسا؟ ها المسج سيجنال بتغير في الفريكوانسي بتاع الكارير سيجنال، يعني انا عندي انفاينايت فريكوانسي، فاي حد ممكن معاه اف دي اف ام دي موديوليتور يقدر يجسد على الاشاره بسهوله جدا. تمام كده؟ وخصوصا ان عارف ان معلومات عن السيستم، ان السيستم ده انالوج، يعني ايه انالوج؟ يعني بين 0 ل 4 كيلو، يعني الباند ويدث بتاع الاشاره اللي متشاله ها لو انا سنجل سايد باند ها يبقى كام؟ 4 كيلو، لو انا دبل سايد باند يبقى انا كام؟ هنقل 8 كيلو. عارف معلومات عن السيستم، تمام كده؟ وعارف كمان ان السيستم بيبعت بباور عاليه قوي، يعني ممكن يقدر يديكت للباور بتاعته اني تايم اني وير. دي كلها كانت من عيوب الفيرست جنريشن. ها العيب اللي بعد كده، ذا سيرفيس از بروفايدد فور ليميتد نمبر اوف يوزر. اه طبعا ليميتد نمبر اوف يوزر، ما هو الانترفيرنس زي ما قلنا في اول فقره كان كبير، الفريكوانسي ريوز كان قليل. تمام كده؟ لان حجم السل كبير الفريكوانسي ريوز قليل، يبقى وضع والانترفيرنس كبير، يبقى وضع طبيعي جدا ان يخدم عدد محدود من اليوزر او ان السيستم كاباسيتي تكون ايه قليله. تمام؟ ذا يوزر ادز سيل ايدج هاف ا فيري بور بيرفورمانس. السيل ايدج يوزر، احنا بنتكلم عن السيل ايدج يوزر ليه طوالي؟ لان لازم البيز ستيشن بتخدم منطقه، لازم تخدم مجموعه اليوزر اللي موجودين فيها، مش هينفع تخدم يوزر ويوزر، لا مش هينفع تميز بينهم خالص، لازم يكون في سواسيه في التعامل. طب انا ليه بتكلم عن السيل ايدج يوزر تاني؟ ها الناس الشاطرين هيقولوا ايه؟ ان السيل ايدج يوزر ده هو اكتر يوزر بيعاني من خدمه البيز ستيشن بتاعته، ده معرض ان يحصل له هاند اوف وان ياخد خدمه من مين؟ ها من اي بيز ستيشن تاني. تمام كده؟ الرومنج ووز نوت بوسيبل بتوين سيميلر سيستم، ما كانش في انتر اكشن بين كل سيستم والتاني، كان كل سيستم كده ايه التفاعل بينهم او التعاون بينهم بسيط جدا جدا جدا. روحنا احنا بقى دلوقتي للسكند جنريشن. ايه هو السكند جنريشن بقى؟ اكيد مش عايزين نحفظ كتير برضه، ببساطه قوي هنمسك كل عيب ها في الفيرست جنريشن ونحاول نصلح فيه. طب ليه سميت ده سكند جنريشن؟ اكيد السكند جنريشن ده كان خد بعض السيستمز بشكل عام فيها كاركترستيك معينه، تمام؟ عشان كده سماهم ايه؟ جنريشن. طب يعني ايه سكند جنريشن؟ اكيد برضو السيستمز اللي تنتمي للجيل ده مختلفه تماما او في اختلافات جوهريه بينها وبين السيستمز اللي انا صنفتها فيرست جنريشن. تمام كده؟ طب ليه راحوا للسكند جنريشن؟ اكيد راحوا للسكند جنريشن عشان يحل عيوب الفيرست جنريشن. تمام كده؟ طب تعالى احنا بقى نشوف الكاركترستيك او السمات العامه للسكند جنريشن. السكند جنريشن كان ديجيتال سيستم، حلو قوي قوي كلمه ديجيتال دي تعني الكثير والكثير والكثير، خصوصا اللي خد معايا كورس الديجيتال هيعرف بقى يعني ايه كلمه ديجيتال سيستم دي. يعني ايه كلمه ديجيتال سيستم بقى؟ ديجيتال سيستم ده يعني انا هنقل اشاره انالوج واشاره ديجيتال. يعني ايه تاني؟ يعني اقدر انقل صوت كمثال الاشاره الانالوج واقدر ابعت اي اشاره ديجيتال، ده حلو قوي قوي. طب انا يعني ايه انالوج؟ انالوج ده يعني انا اشيل الفويس. طب انا هشيل الفويس؟ اه بس هشيله انالوج. لو اشيله انالوج ليه؟ ما اقدر اعمل له سامبلنج وكوانتايزيشن وانكودنج واخليه هو نفسه ديجيتال سيجنال. تاني
السكند جنريشن ده كان يحتوي كان معتمد على ديجيتال سيستم، يعني سيستم تقدر تنقل الاشاره الديجيتال. ما دام قدر ينقل الاشاره الديجيتال يبقى يقدر ينقل داتا، ولا دام نقل الاشاره ديجيتال يبقى يقدر ينقل انالوج. يقدر ينقل انالوج في شكل الديجيتال، اي اشاره صوت داخله هيعمل لها سامبلر وكوانتايزر وانكودنج وبعدين يحولها لديجيتال سيجنال. بدايه حلوه جدا البدايه كده، يعني بصراحه ممتازه. SMS short message service are possible. SMS والداتا ونقل الداتا كان ممكن. SMS short message service are possible. تمام كده. الرومينج is possible. الانتر سيستم هاند اوف اللي احنا لسه قايلينه ها في الفيرست جنريشن ما كانش موجود وكان من عيوبه، اتحل في السكند جنريشن واتقال ايه، قال لك الرومينج is possible. الانتر سيستم هاند اوف، الهاند اوف بين كل سيستم وسيستم مختلف كان ممكن، يعني بقى في انتر اكشن بين السيستمز وتعاون وتفاعل بين السيستمز وبعضها. تمام، ده اللي هي مين السيستم اللي تخضع للسكند جنريشن. انهانسد سكيورتي، اكيد طبعا السكيورتي ايه هتزيد، لان دلوقتي انا مطبق مين، مطبق ديجيتال سيستم. تمام كده، مش بان الاشاره كلها، ده بان العينات من الاشاره. تمام كده، السكيورتي بقى نفسها اكيد ايه زادت، لان دلوقتي ان اليوزر عشان يعني في الانالوج سيستم اللي حد عشان يتجسس على حد كان يعرف البند بتاعه بس وخلاص، لا ده دلوقتي لازم يعني لما طبقت ديجيتال سيستم، يعني طبقت تي دي ام اي مع اف دي ام اي، لازم يعرف الفريكوانس اللي انا بتكلم عليه والتايم سلوت اللي مخصصه ليا. اي نعم الموضوع مش صعب، ولكن بقى اكثر تعقيدا من مين، من مثيله في الانالوج سيستم اللي كان بس يعرف ها الفريكوانس اللي بتكلم عليه كان عارف كل حاجه عني. تمام كده، ها بعد كده انكريبتد اند سكرامبل ديفويس ترانسميشن. اي نعم انا لو انا قارنت في السكند جنريشن بالفيرست جنريشن اللي انا لسه برضو هنقل صوت ما فيش مشكله، بس خلي بالك يا حبيبي هناك الصوت في الفيرست جنريشن انت نقلته انالوج، انما في السكند جنريشن انت نقلته ديجيتال. فميزه الديجيتال سيستم عن الانالوج سيستم، السلايد اللي احنا خدناها في كورس الديجيتال هتلاقي بقى الايه، ها الديجيتال سيجنال مور اميون تو نويز مور اميون تو انترفيرنس. تمام، الديجيتال سيجنال طبعا الكواليتي بتاعتها بتبقى عاليه. الديجيتال سيجنال ممكن اعمل لها ايرور ديتكشن وايرور كوركشن عند الريسيفر. ها هاتوا السلايد يا جماعه بتاع الديجيتال كده ونتكلم عليها شويه. اهو تعالى نسترجع كده السلايد كده مع بعض تاني كده، ها نشوف واي دو وي كونفرت الانالوج سيجنال تو ديجيتال وان. يعني ايه بقى علاقته بموضوعنا ده؟ لا ده على علاقه كبيره جدا. انا لما اتكلمت في السكند جنريشن عن ديجيتال سيستم وكلمت في الفيرست جنريشن عن انالوج سيستم، يبقى التحول من السكند او من الفيرست جنريشن للسكند جنريشن هو الفرق بالظبط بين الانالوج سيجنال والديجيتال سيجنال. تعالى بقى كده نسترجع مع بعض كده تاني. ها الديجيتال سيجنال مور اميون تو ديستورشن نويز اند انترفيرنس. مقاومه السيجنال الديجيتال للنويز والانترفيرنس والديستورشن اعلى بكتير من الانالوج. ماشي، كلام مش جديد علينا، انتوا اشطر مني بقى في الحاجات دي. ها الديجيتال سيركت نفسها ار مور ريلايبل اند تشيبر ذان انالوج. لما اجي اعمل انالوج ايه، انالوج سيركتس بتبقى اغلى بكتير من الديجيتال. فكون ما لما انا اروح من الانالوج للديجيتال واستخدم سيركت ها ريلايبل ورخيصه، لازم تكون ريلايبل. تمام كده، ورخيصه، يبقى انا كده وفرت في تمن الكوميونيكيشن سيستم. وزي ما احنا قلنا اي مستثمر عايز ايه، عايز اللو كوست. تمام كده، البرايس يكون قليل. تمام كده، مور اميونيتي تو كروس توكس الانالوج سيجنال. اه طبعا مش الديجيتال سيجنال مقاومه للانترفيرنس عن الانالوج سيجنال، يبقى كده الايه ها مقاومه للكروس توك. الكروس توك اللي هو ايه، ها الانترفيرنس اللي بيحصل في الفويس شانل ده بسميه تسميع. انا اسمع اشارتك وانت تسمع ايه اشارتي. تمام كده، اسمع مكالمتك وانت تسمع مكالمتي. ثالث رابع حاجه مور فليكسيبيليتي ان انكريبشن اند سيجنال بروسيسنج. السيجنال بروسيسنج في الديجيتال سيركت يعني ايه سيجنال بروسيسنج؟ عمليه التخزين، عمليه الايه المعالجه نفسها اند اور، عمليه التخزين، عمليه الانكريبشن، عمليه السكراملنج، اي سيجنال بروسيسنج، اي حاجه ممكن تعملها كونفوليوشن، اي حاجه ممكن تعملها على الاشاره الديجيتال ها بتبقى اسهل بكتير من مثالتها لو عملتها على اشاره انالوج. تمام كده، البروبابيلتي اوف ايرور اوكرنس از ريديوسد باي امبلوينج ايرور ديتكشن اند ايرور كوركشن. خلاص الاشاره في الانالوج كانت توصل او ما توصلش وخلاص، كان المعيار بتاعي المينيمم ديتكتابل سيجنال. انما دلوقتي البروبابيلتي اوف ايرور ايه في الايه ها في الديجيتال سيجنال، ببعت اشاره اي نعم لازم يكون فيها ايرور، مش هيوصل الايرور صفر، ولكن انا اقدر اعالجه بسهوله جدا باستخدام ايه ايرور ديتكشن وايرور كوركشن اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، الهامنج كود، السي ار سي كود، كونفولوشنال انكودر، حاجات كتير قوي. اقدر لو حصل غلط اقدر ايه ها الغلط مردود، ونقدر نعمل ايه تاني، نقدر نعالج الغلط ده. تمام، كومباينينج ديجيتال سيجنال يوزنج تايم ديفيجن. ايوه بالظبط، معنى ايه بقى الجمله الجميله دي كده؟ ها الانالوج سيستم كان بيطبق اف دي ام بس،
الديجيتال سيستم طبق تي دي ام. طب ايه الفرق بين التي دي ام والاف دي ام؟ التي دي ام كان معتمد على البيز باند موديوليشن، انما الاف دي ام معتمد على الار اف موديوليشن. يعني محدش يضحك عليك ويقول لك التي دي اي التايم التي دي ام افضل من الاف دي ام. يعني هو ممكن يكون عنده مصداقية في الكلام، بس انت لازم بسنس المهندس تكون عارف ان لما طبقت الاف دي ام ورحت للتي دي ام، مش عشان اطبق التي دي ام بدل الاف دي ام، لا ده انا علشان ادخل التي دي ام جوه الاف دي ام. تاني التي دي ام ما ينفعش يتطبق لوحده، لو اتطبق لوحده يبقى لاغراض الكنترول او ها الفيري شورت رينج كوميونيكيشن بس كده. انما ايه بقى ان التي دي ام مع الاف دي ام، هل هيشيل الاف دي ام ويحط تي دي ام؟ لا، ده كل واحد فيهم له ايه تطبيقاته. التي دي ام شورت رينج كوميونيكيشن وكنترول، انما الاف دي ام ايه يستخدم لنقل الاشاره لمسافات ايه كبيره. طب انت تقصد ايه بالكلام ده؟ انا اقصد اقول لك ان محدش يضحك عليك يقول لك ان التي دي ام ايه حصل ايه شلنا الاف دي ام ايه وحطينا التي دي ام ايه مكانه. لا، ده احنا دخلنا، انا نتكلم عن كلام علمي صح، دخلنا التي دي ام اي داخل الاف دي ام اي. طب انا استفدت ايه؟ ان السيستم كاباستي زادت. لو انا عندي 10 فريكوانسي ها في الاف دي ام، هيبقى انا 10 يوزر يقدروا يتكلموا في نفس الوقت. لو ما طبقت التي دي ام اي، لا ده انا كل فريكوانسي ممكن اعمل عليها 10 شانل، تايم سلوت 1 تايم سلوت 2 تايم سلوت 3 تايم سلوت كام 10. يبقى انا كده السيستم كاباستي لما طبقت التي دي ام مع الاف دي ام، السيستم كاباستي زادت من 10 لكام؟ ل 100. بدل 10 فريكوانسي بس في الاف دي ام، لا ده بقى 10 فريكوانسي، وكل فريكوانسي بيتكلم على ايه 10 تايم سلوت. طبعا عند البي سي ام 24 وبي سي ام ها 32 عدد الانشان اكبر، بس احنا بنضرب امثله بسيطه. وعايز اكد لك ان التي دي ام بيستخدم داخل الاف دي ام عشان ازود الكباستي، مش بديل ليه خالص. تمام كده. بعد كده نقول ان الديجيتال سيجنال كان بي سيفد ريتريفد مور كونفينينتلي زي الانالوج سيجنال. اللي ممكن اعمل لها سيفنج دوائر الفليب فلوب دوائر الميموري الكلام ده كله في الديجيتال سيجنال احسن بكتير وريلايبل كتير وبتدي جوده عاليه جدا عن الانالوج سيستم او الانالوج سيجنال. الكباست بتاع التشانل از افكتيف فيجوالايز باي ديجيتال سيجنال. لما اقول ديجيتال سيجنال انا اقدر اتكلم عن مين؟ المعيار بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه على طول في الديجيتال اللي هو ايه؟ البت بير سكند. تمام كده. المميزات اللي احنا قلناها دي خدناها في كورس الديجيتال، الميزة الديجيتال سيجنال عن الانالوج سيجنال. تمام كده. يبقى انا كده ده ايه هي برضو ميزة الديجيتال سيستم عن الانالوج سيستم. تمام كده. هو نفس السؤال، يعني لما اجي اقول لك الفرق بين الفيرست جينيريشن والسكند جينيريشن والفيرست جينيريشن، تمام كده، يبقى انت تقول لي ايه الفرق ايه اللي هو نفس الفرق اللي بين الديجيتال سيجنال والانالوج. تاني يا جماعه، لما اجي اسالك الفرق بين السكند جينيريشن او الفيرست جينيريشن او الديجيتال سيستم والانالوج سيستم، هو نفس الاستاد اللي احنا خدناها في كورس الديجيتال وعدنا عليها بسرعه بشكل عام. تمام كده. واكيد انتوا احسن مني فيها وفاكرينها كويس قوي. تمام كده. امثله بقى للديجيتال سيستم كامثله، ها عند الجي اس ام اللي هو جلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن. تمام كده. بعد كده عندي مين؟ عندي حاجه اسمها نارو باند سي دي ام اي. جلوبال الجي اس ام كان معتمد على التي دي ام اي، التي دي ام اي بس، لا التي دي ام اي مع مين بقى؟ ها عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك ده بديل للاف دي ام اي، لا ده هو كان متطبق داخل ها الاف دي ام اي، تي دي ام زائد اف دي ام اي. انما النار بين سي دي ام اي معتمد على السي دي ام اي اللي هو مين؟ ها سي دي ام اي اللي هو سبريد سبيكترم. هناخد بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن اليو ام تي اس، هنراجع بسرعه على السبريد سبيكترم يعني ايه. تعالى بقى برضو كده الاستاد اللي احنا خدناه من شويه. تمام كده. مست الديجيتال سيجنال عن الانالوج سيجنال، الناس هنا ها برضو لخصوها لي بشكل عام. قال لك الموتيفيشن تو ديجيتال موبايل سيستم ار، اول حاجه امبروفد فويس ترانسميشن بروسيس. اه طبعا اكيد نقل عمليه نقل الصوت بقت احسن بكتير لان الصوت اتحول لديجيتال سيجنال بفور موديوليشن اند ترانسميشن. تمام كده. مش كده وبس، ده انا ممكن اعمل الديجيتال سيجنال او الديجيتال فويس ده بقى ديجيتال سيجنال خلاص، ممكن اعمل له ايرور تشيكنج وايرور ايه كوركشن. ده لسه برضو ده تلخيص اللي احنا قلناه من شويه، فرق الديجيتال سيجنال عن الانالوج سيجنال. يعني ممكن السؤال يجي لك ايه الفرق بين الديجيتال سيجنال والانالوج سيجنال، او الديجيتال سيستم والانالوج سيستم، او وات ار ذا موتيفيشن تو ديجيتال موبايل راديو سيستمز. هو نفس السؤال وتختلف الصيغه، ولكن هو نفس المعنى. وزي ما بنقول لك ده مش قران، ده لو جه في الامتحان تكتب باسلوب بسيط جدا بس تكون فاهم وتجاوب من المحاضره والسكشن وان شاء الله هيكون صح. تمام كده. تاني حاجه التي دي ام اي، يعني ايه تي دي ام اي؟ خلاص مش هستخدم اف دي ام اي لوحده، لان هستخدم اهو بص كده الراجل هنا طلع ذكي وقال لك ايه، ها ما قالكش تي دي ام اي انستد اوف اف دي ام اي، لا ده كان صريح وكان واضح ودغري معانا وقال لك كومباينيشن اوف
تي دي ام اي واف دي ام اي كان انكريز افيلابل تشانل وتش كان انكريز سيستم كاباسيتي. الراجل هنا اعترف وقال لك ان التي دي ام اي مش بديل للاف دي ام اي قد ما هو حاجه بتستخدم مع الاف دي ام اي، يعني تقدر تقول حاجه كده بتحسن الفريكوانسي يوز التردد الواحد، ما استخدموش اكتر من مره. لا ده انا هعمل فرام وانس ان خلاص مش هقدر ابعت الاشاره كلها، ده انا اقدر ابعت عينات منها بس. واللي قال لي كده هو مين؟ الراجل المحترم اللي عمل السامبلنج يوسيرين. بس قال لك عشان تعمل السامبلنج لها شروطها، وعشان تعمل تي دي ام لازم يكون في ايه سينكرونايزيشن او كلوك سيجنال توتالي سينكرونايزيشن بين الترانسميتر والريسيفر. تمام كده، افتكروا البلوك دياجرام بتاع الديجيتال سيستم والسؤال اللي كان بيجي في الكويزات على طول والميدترمات والفاينل. تمام كده هتعرف ايه يعني ايه تي دي ام اي سيستم ويعني ايه كلمه سينكرونايزيشن. هنا برضو كلام مش جديد علينا، الديجيتال ايكويبمنت از اكسبنسيف زان الانالوج وان. اكيد ايه اقل، الالكترونيات بتاعتها اقل، السيركت نفسها بتتعامل بشكل ابسط، فاكيد ده كل ده هيكون احسن وهيكون ارخص. يعني الديجيتال ارخص بكتير من الانالوج وريلايبل واحسن وكل حاجه. سبيكترم افشنسي ها از هاير ان ديجيتال سيستم زان انالوج ايه وانز. يعني ايه كلمه سبيكترم افشنسي هنا بقى؟ كلمه سبيكترم افشنسي يعني حسن استغلال السبيكترم، ان انا استخدم spectrum as low as possible. يعني ايه السبيكترم افشنسي زاد ازاي؟ لما اعمل فريكوانسي ريوز يبقى انا كده عدت استخدام نفس التردد، يبقى انا كده عملت سبيكترم افشنسي في السيستم. تمام كده، لو انا نقلت داتا ريت في باند ويدث قليل يبقى انا كده عملت سبيكترم افشنسي. تمام كده، لما طبقت تي دي ام اي مع اف دي ام اي ولقيت ان كل تردد في الام في الاف دي ام اي لقيت كل تردد في الاف دي ام اي اقدر ما ادوش ليوزر واحد، لا ده انا اقسمه تايم سلوت. تمام، واديه لاكتر من يوزر وكل واحد يبقى عارف التايم سلوت بتاعته، يبقى انا كده اعدت استخدام التردد ان تايمز او ان تايم سلوت او لان يوزر، يبقى انا كده عملت من سبيكترم افشنسي في السيستم بتاعي. ده كل ده ميزه الديجيتال عن الانالوج. او ليه رحت للديجيتال موبايل سيستم، او ليه برضه رحت من الفيرست جنريشن للسكند جنريشن؟ هو نفس السؤال. هناخد احنا بقى اشهر مثال للسكند جنريشن سيستم اللي بسميه جي اس ام، جلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن. جلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن تعرفه ببساطه ايه؟ بيقول لي ديز ا سكند جنريشن سيلولار ستاندرد، حاجه ستاندرد كده عملوها للسكند جنريشن. السيستم ده ديفلوبد تو بروفايد فويس سيرفيسز اند داتا ديليفري يوزنج ديجيتال موديوليشن تكنيك. يعني سيستم الجي اس ام ده كان ديجيتال سيستم، وعشان ديجيتال حطيته ايه في السكند جنريشن، وعشان الداتا ريت بتاعه قليل حطيته في السكند جنريشن، ما قدرش يطلع للثيرد جنريشن. فهو دلوقتي هو سكند جنريشن سيستم، الناس طورته علشان ينقل فويس سيرفيس وداتا ديليفري. تمام كده، باي يوزنج ديجيتال موديوليشن تكنيك. هنشوف الديجيتال موديوليشن تكنيك اللي جي اس ام بيطبقه دلوقتي عباره عن ايه. تعالى بقى كده عملية السيجنال بروسيسنج، يعني دلوقتي لو البيز ستيشن بتبعت للموبايل ستيشن. تمام كده، البيز ستيشن بتبعت، لو البيز ستيشن بتبعت للموبايل ستيشن، البيز ستيشن بتبعت للموبايل ستيشن، يبقى انا كده شغال في ايه؟ ها، في الداون لينك او الفورورد لينك. تمام كده، طب لو الموبايل ستيشن بتبعت للبيز ستيشن يبقى انا كده شغال اب لينك او ريفرس لينك. تمام كده، طيب هل الصوت بيطلع من، انا بفرض ان انا دلوقتي شغال في الاب لينك، يعني انا الموبايل ستيشن ده كده الموبايل ستيشن، ودي ده كده الموبايل ستيشن، ودي كده مين؟ البيز ستيشن. انا شغال مين؟ انا شغال كده اب لينك، ده الموبايل ستيشن، وده مين؟ ها، وده البيز ستيشن. الصوت اللي انا بتكلمه ده اللي بيطلع من بقي ده، تمام، بيروح بقى للبيز ستيشن ازاي او بيمشي في الهواء ازاي؟ السبيتش ده من كام؟ من 0 ل 4 كيلو، هينتقل ازاي بقى؟ العده بتاعتي بتستقبل الصوت ده، تمام كده، وازاي البيز ستيشن بقى بتفهمه؟ انا بتكلم عادي خالص، بيبقى في عندي ميكروفون في الايه؟ ها، في العده بتاعتي، بيحول ايه؟ الصوت بتاعي او الميكروفون ده بسميه ترانسديوسر، بياخد الايه؟ الصوت يحوله لالكتريكال سيجنال. الالكتريكال سيجنال دي بتبقى انالوج لانها بتمثل ايه؟ اشاره صوت. تمام، بعمل لها سامبلنج وكوانتايزيشن وانكودر، بحولها لمين؟ لديجيتال سيجنال. لحد كده انا حولت الكلام بتاعي ده لاشاره صوت ديجيتال. تمام كده، ازاي الميكروفون حولها ها لانالوج؟ الكتريكال سيجنال هي انالوج، اتحولت لالكتريكال سيجنال بس هي ما زالت انالوج لانها بتمثل اشاره صوت. تمام كده، بعد كده دخلت على سامبلر وكوانتايزر وانكودر عشان ايه؟ تبقى ديجيتال ديجيتال سيجنال. اول حاجه سبيتش انكودنج. تمام، يعني ايه سبيتش انكودنج بقى؟ اللي احنا سميناه في كورس الديجيتال سورس كودنج. يعني ايه سورس كودنج؟ عمليه الكوانتايزيشن او عمليه الانكودنج، ان كل
كل ليفل هيتمثل بكام بت، ده يعتبر مين؟ سبيتش انكودنج. عمليه الداتا كومبريشن نفسها ده اسمها ايه؟ سبيتش انكودنج. الكومبريشن اللي احنا خدناه الاوبتيمم كود اللي هو شانون ها وشانون فان والهوفمان، بس احنا لغينا الهوفمان من كورس مين؟ كورس الديجيتال. فكان عمليه السبيتش كودنج دي تشمل مرحلتين اتنين. اول مرحله ان انا احول الصوت بتاعي من الالكتريكال انالوج سيجنال لديجيتال سيجنال، تمام كده. المرحله الثانيه ان انا مش هاخد الديجيتال سيجنال كلها، هاخدها كلها ليه؟ ده فيها ريدندنسي، وانا عايز اعمل اوبتيمم كود، ان انا بدل ما اخلي السيمبل يشيل بت واحد يشيل اكتر من بت، او ان انا اخلي ان السيمبل كلها ما تاخدش نفس البروبابيلتي، لان مش كلها لها نفس البروبابيلتي اوف اوكرنس. تمام كده نوصل للاوبتيمم كود. لو ياريت نراجع كورس الديجيتال ونفتكر يعني ايه اوبتيمم كود، يعني ايه شانون وشانون فان وهوفمان كانوا بيعملوا ايه. كانوا بيعملوا مبدئيا داتا كومبريشن، تمام كده. ده كل ده مين؟ يخضع للسبيتش كودنج، تمام كده. تشانل كودنج يعني ايه؟ كلمه تشانل كودنج برضو الناس اللي خدت معايا كورس الديجيتال اكيد فاكرينه، ممكن يكونوا ناسينه دلوقتي بس اكيد هم شاطرين فيه وفاكرينه كويس قوي. التشانل كودنج زي مثلا مين؟ الهامنج 7 و4 والهامنج 8 و4 والهامنج 9 و4. كان بيعمل ايه التشانل كودنج؟ كنت بضيف داتا زياده على الداتا الاصليه. الله، مش انت قلت يا سيدي في السبيتش بروسيسنج عايز السبيتش كودنج عايز تقلل ها تقلل الداتا اللي طالعه من الانكودر؟ ايوه، ده في السبيتش عايز اضغطها، بس دلوقتي في التشانل كودنج انا بعمل ريدندنسي، بزود داتا، بس الداتا دي حقيقه انا مش بزودها هباء، لا ده لازم يكون ليها لازمه. بتعمل ايه بقى؟ بحيث ان الداتا الاصليه لو وصلت عند الريسيفر فيها غلط، الداتا يا سيدي اللي انت كنت زعلان منها الجيرد بيتس دي او الداتا الزياده اللي انت شايفها حمل على الباندويث ده، لا هي اللي هتقول لي البت ده صح والبت ايه ده غلط، تمام كده. فالتشانل كودنج عكس السبيتش، والتشانل كودنج انا بزود داتا على الداتا الاصليه. ها هامنج 7 و4، يعني ايه هامنج 7 و4؟ نفتكر مع بعض، ها كنت ابعت 4 بت في صوره 7 بت، كنت بزود دي 1 دي 2 دي او سي 1 سي 2 سي 3، صح كده. هامنج 8 و4 يعني ايه هامنج 8 و4؟ كنت ابعت ال 4 بت ابعتهم في صوره 8 بت. هامنج 9 و4 يعني ابعت ايه؟ ها الأربعة بت في صورة تسعة بت، يعني زود خمسة بت. ما هو دول زيادات، بس خلي بالك الزيادات دي هي اللي هتيجي عند الريسيفر تشاور لي تقول لي خلي بالك ده حصل ايه؟ ها حصل ايرور. كون ان انا عرفت ان فيه ايرور وما قدرتش اعالجه، بس عرفت ان فيه ايرور سميته ايه؟ ها ما عرفتش احدد مكانه بالظبط، سميته ايرور ديتكشن، تمام. ان انا عرفت ان فيه ايرور والناس كلها اتفقت ان فيه ايرور، بس ما قدرتش احدد مكان الايرور بالظبط، ده سميته ايرور ديتكشن. طب ايه هو؟ كان في حاجه تانية زيها؟ ايوه كان في، برافو عليه كده. كان في حاجه اسمها الايرور كوركشن. يعني ايه ايرور كوركشن؟ ان انا لا عرفت في الريسيفر ان فيه ايرور وعرفت احدد مكانه بالظبط. ده كل ده كان بيتم ازاي؟ بالتشانل انكودنج، تمام كده. حتى هنا تلاقي التشانل انكودنج دخل كام؟ 13 كيلو بت بير سكند، طلعت دخل 13، طلع كام؟ 22.8 من 10 كيلو بت بير سكند، يعني زودت داتا على الداتا الاصليه، تمام كده. الانترليفر، حد فاكر برضو الجزء الجميل بتاع الانترليفر؟ اعتقد ده بقى اتشرح ايه سبيتش كودنج والتشانل كودنج والانترليفنج، اتشرح في ايه محاضرتين وسكشن، يعني ثلاث مرات، ودي رابع مره برضو هنعيد عليها اهو بالنسبه للناس اللي خدت معايا كورس الديجيتال. الانترليفر ايه؟ داتا راندومايزر. الفكره كلها نفتكر المعيار بتاعنا كان البيت ايرور ريت. يعني ايه بيت ايرور ريت؟ ها بنقل داتا وليكن مثلا كام مجموعه من بيتس، تمام كده، مش كلها بتوصل صح عند الريسيفر، فنسبه الداتا اللي وصلت غلط عند الريسيفر لمجموعه الداتا الكليه اللي انبعتت ده بسميه البيت ايرور ريت. ده البيت ايرور ريت ده لما يكون قليل يبقى البرفورمانس بتاع الكوميونيكيشن سيستم كويس، صح كده. طيب معنى كده ان البيت ايرور ريت ده ممكن يكون قليل بس البرفورمانس بتاع السيستم وحش؟ ليه بقى؟ لان كون ان هو قليل، تمام كده، مش معناها ان السيستم يونيفورم، معنى ان هو قليل يعني معناها ان بشكل عام السيستم البرفورمانس بتاعه كويس، بس مش معناها ان البيت ايرور ريت ثابت في كل الفريمز، لا ده انت ممكن تلاقي فريمز متدمر خالص وفريم تاني ما فيهوش ايرور خالص، بس بشكل عام البيت ايرور ريت 10 اس سالب 6، يعني البيت ايرور ريت كويس جدا، بس مش معنى كده ان البيت ايرور ريت ثابت في كل الفريمز. نفتكر بس مع بعض يعني ايه انترليفر كده؟ كنا احنا بقول لك ان ما ينفعش ان واحد فرام او فرامين او ثلاثه تشيل الايرور كله وفي فرامز ثانيه ايه؟ ها ما فيهاش ايرور خالص. البيت ايرور ريت ما هوش المعيار الوحيد، لان البيت ايرور ريت في الحاله دي ممكن يبقى قليل بس لا يعبر عن التنظيم الداخلي او ان كل الفرامز متعامله نفس المعامله، تمام كده. فالانترليفر كان بيعمل ايه؟ الانترليفر كان داتا راندومايزر، يعمل بعصاره كده او
يعني ايه تشتت عشوائي، مش تشتت اللي هو تبديل عشوائي للداتا، بحيث ان يدخل فريمات في بعضها، بحيث ان انا دلوقتي لو حصل البيرست ايرور، اخطاء تكتليه او اخطاء تكتلت على فريم واحد او فريمين او ثلاثه، تمام كده، هتحصل هتيجي عند الريسيفر لما اعمل راندومايزيشن او اعيد اعمل دي راندومايزيشن او راندومايزيشن عكس بطريقه يونيفورم عكس اللي اتعمل عند الترانسميتر، فالبيرست ايرور اللي حصل عند ايه اللي حصل في التشانل اللي حصل فيه بقى دلوقتي يعتبر قل خالص، لان الفريمات اللي اتدمرت ورا بعضها الاخطاء التكتليه دي كلها ايه اللي حصل فيها بقى جات ما كانتش ورا بعضها، لا ده انا كنت عامل راندومايزيشن فلما عدت ترتيب الداتا لقيت ان هي حصلت فعلا في التشانل تكتليه وبيرست، بس انا جيت عند الريسيفر فكيتها لايه، ها ليه خليت توزيع البيت الريت منتظم في الفريمات كلها، مفيش فريم اتظلم ومفيش فريم ما اتظلمش كلهم، ها بقى توزيع منتظم، توزيع الايرور منتظم فيهم كلهم، تمام كده. فالانترليفر لو نفتكر مع بعض كان بيقضي على حاجه اسمها البيرست ايرور، تمام كده. بعد كده نشوف عمليه السايفر، البيرست فورماتنج والسايفرنج. السايفرنج ده مجرد عمليه تشفير بس للداتا زي السبريد سبيكترم، لا السبريد سبيكترم كان انكودنج، انما ده سايفر كل كود كل يوزر ليه كود مع البلاي ستيشن بتاعته كود خاص بيه هو، سايفرنج يعني ده جزء بقى من الانكريبشن وحوار كبير قوي. الفكره كلها ان انا محدش يقدر يشوف الداتا بتاعتي ولا انا اقدر اشوف ايه الداتا بتاعت حد عشان ما يحصلش اللي سمينا ايه، ها الكروس توك الموديوليشن. طبعا ده كل ده كنا بنسميه لحد هنا كنا بنسميه بيس باند موديوليشن، حاجات بتحصل على الاشاره وهي في البيس باند. الاشاره بقى عشان تمشي في الراديو انترفيس او تمشي في الهواء لازم يحصل لها موديوليشن، وعشان اقول هنا موديوليشن انا اقصد مين، ها برافو، اقصد الار اف موديوليشن، ما اقصدش الموديوليشن البيس باند خالص، لان هنا بتكلم عن مين، على الراديو انترفيس. الداتا ريت عندي كان كام في الجي اس ام؟ 270 كيلو بت بير سكند، تمام. لو انا دلوقتي فرض ان احنا فرضنا ان احنا فين دلوقتي، في الابلينك. يعني ايه ابلينك؟ يعني انا دلوقتي السبيتش بروسيسنج والشانل كودنج والانترليفنج والبيرست فورماتنج والسايفرنج والموديوليشن حصل في الابلينك عند مين، عند اليوزر اكويبمنت. طيب الترافيك بقى دلوقتي اللي حصل له سبيتش كودنج والمراحل دي كلها لحد الموديوليشن لما يجي يوصل في البيز ستيشن هتفهمه كده بسهوله؟ لا، لازم تعكس العمليات اللي حصل، وده من الموديوليشن هيتعمل دي موديوليشن، السايفرنج يتعمل دي سايفرنج، الفورمات البيرست فورماتنج تبقى تعمل بيرست دي دي فورماتنج، الانترليفنج تعمل دي انترليفنج، ها الشانل كودنج تعمل الشانل ديكودنج، سبيتش كودنج تعمل سبيتش ديكودنج، تمام كده. يبقى المراحل دي كلها، المراحل دي كلها بتحصل في الاب لينك عند اليوزر اكويبمنت، والمراحل دي كلها بتحصل في ايه، في البيز ستيشن عند الداون لينك. طب تعالى بقى لو نعكس، ها في الداون لينك، ما هو البيز ستيشن برضه هتبعت في الداون لينك، ايه اللي هيحصل بقى في الداون لينك؟ يبقى السبيتش انكودنج العمليات دي كلها هتحصل عند البيز ستيشن، البيز ستيشن هي اللي هتعمل سبيتش كودنج، تشانل كودنج، انترليفنج، بيرست فورماتنج، سايفرنج، موديوليشن، ها واليوزر اكويبمنت هو اللي هيعمل العمليات دي كلها ايه، ها في الداون لينك. هو هيعمل ايه بقى اليوزر، ها هيعمل ايه، هيعمل دي موديوليشن، دي سايفرنج، بيرست فورماتنج، دي انترليفنج، تشانل ديكودنج، سبيتش كودنج. يعني ايه بقى الكلام ده بقى؟ خدنا احنا المحاضره اللي فاتت او الفيديوهات اللي فاتت ان اليوزر اكويبمنت بتعمل ايه، ها بتعمل ايه، انيشيشن اوف كول، ترمينيشن اوف كول، تمام. الديفايس بتاع اليوزر اللي يخش بيها على الشبكه، يعمل ابلود، يعمل داونلود، يعمل ويب سيرفاينج، يعمل يخش اكسس ذا نتورك. لا ده النهارده بقى يا حبيبي هتزود لي الاوبشنز دي كلها في الاب لينك، هتعمل ايه اليوزر اكويبمنت كمان في الاب لينك، سبيتش كودنج، تشانل كودنج، انترليفنج، بيرست فورماتنج، سايفرنج، وموديوليشن. بس كده؟ لا، ده في الداون لينك هتعمل دي موديوليشن، دي سايفرنج، بيرست فورماتنج، دي انترليفنج، شانل ديكودنج، سبيتش ديكودنج. طب البيز ستيشن كانت بتعمل ايه؟ كنا بنقول ببساطه راديو ريسورس مانجمنت، هيلب ذا يوزر تو انيشيت كول، هيلب ذا يوزر تو ترمينيت كول، بتعمل لي بتساعدني في عمليه الهاند اوف، وبتعمل لي ايه، ها بتديني كنترول للشانل، تمام، اللي هي بتبدا المكالمه وتنهيها وتحفظ سلامه المكالمه. لا ده النهارده بقى كمان هنقول في الداون لينك البيز ستيشن بتعمل سبيتش كودنج، شانل كودنج، انترليفنج، بيرست فورماتنج، سايفرنج، موديوليشن. وفي الاب لينك لما اليوزر يكون بيبعت هي بتعمل ايه، ها بتعمل دي موديوليشن، دي سايفرنج، بيرست فورماتنج، دي انترليفنج، شانل ديكودنج، سبيتش ديكودنج. طبعا الكلام ده زي ما احنا قلنا ما هوش قران كريم، لا، ان لو السؤال ده لو جه في الامتحان تكتب على قد ما تقدر واللي تفتكره بس، وان شاء الله حتى تكتب ايه، ها حاجات بسيطه كشور، مش لازم تكتب المراحل دي كلها، لا اكتب اللي تقدر عليه بس وان شاء الله يكون صح، لان ده مش قران. لما نيجي نبص بقى على الجي اس ام نتورك اركتكشر، يعني بتتكون من ايه بالظبط النتورك بتاع الجي اس ام سيستم،
زي ما احنا قلنا عندنا احنا فكره طبعا ان انا عندي جزء الموبايل ستيشن اللي هو ايه الموبايل ايكويبمنت والسيم سبسكرايبر ايدنتيتي موديول. الموبايل ستيشن عباره عن العده اللي معايا، عباره عن العده زائد الخط. الموبايل ايكويبمنت اللي هي العده تمام كده، السيم اللي هو مين الخط الشريحه بتاعتي تمام كده. وطبعا قلنا الموبايل ستيشن بتعمل ايه، انيشيشن كول ترمينيشن كول هيلب ذا يوزر تو اكسس ذا نتورك. واوعى تنسى ان بتعمل الاوبشنز، الاوبشنز دي كلها في الداون لينك تمام كده. الاوبشنز دي كلها ها في دي كلها بتعمله في الاب لينك، وبتعمل الاوبشنز دي كلها مين ها في الداون لينك تمام كده. يعني في الاب لينك بتعمل سبيتش كودنج شانل كودنج انترليفنج بيرست فورماتنج سايفرنج موديوليشن، وفي الداون لينك بتكون هي الريسيفر فبتعمل سبيتش ديكودنج او بتعمل من الترتيب دي موديوليشن دي سايفرنج بيرست دي فورماتنج دي انترليفنج شانل ديكودنج سبيتش ديكودنج. طيب البيز ستيشن بقى بتعمل ايه ها؟ البيز ستيشن عباره عن ايه؟ بي تي اس بيز بي تي اس وبي اس سي بيز بيز ترانسيفر ستيشن وبيز ستيشن كنترولر. هو هنا دامج البيز ستيشن مع البيز ستيشن كنترولر. طب بيعملوا ايه الاثنين دول ها؟ اول حاجه راديو ريسورس مانجمنت زي ما احنا قلنا، راديو ريسورس مانجمنت تمام، بتعمل الهاند اوف. بتعمل ايه تاني؟ هيلب ذا يوزر تو ترمينيت كول، هيلب ذا يوزر تو انيشيت ذا كولز، زائد راديو ريسورس مانجمنت، زائد ايه بتعمل الاوبشنز دي كلها في الداون لينك، سبيتش سبيتش كودنج ها سبيتش كودنج سبيتش شانل كودنج انترليفنج بيرست فورماتنج سايفرنج موديوليشن، بتعمل الكلام ده كل ده في الداون لينك. وفي الاب لينك بتكون هي الريسيفر فبتعمل ايه؟ بتعمل دي موديوليشن دي سايفرنج بيرس دي فورماتنج دي انترليفنج شانل ديكودنج سبيتش ديكودنج. طبعا مش مطالب انت في الامتحان لو السؤال ده جه انك تقول كل الكلام ده كله، تكتب على قد ما تقدر. النتورك سويتشنج سنتر بقى او الايه ها الكور نتورك عباره عن ايه؟ الموبايل سويتشنج سنتر والجيت واي موبايل سويتشنج سنتر. هنشوف يعني ايه كلمه جيت واي دلوقتي. عندي هوم لوكيشن ريجستر فيزيتور لوكيشن ريجستر واوثنتيكيشن سنتر واكويبمنت ايدنتيتي ريجستر. هناخد بالتفصيل يعني ايه. فالنتورك اركتكشر في اي انترفيو لما يقول لك السيستم اركتكشر يتجاوب عليه بالطريقه اللي احنا قلناها في المحاضره الاولى، بتتكلم عن سيستم بشكل عام، او الافضل انك بتتكلم عن ايه بقى ها عن جي اس ام كسبيشال كيس او كنظام متطبق ايه في بلدنا مصر تمام كده. فانا دلوقتي عندي الموبايل ستيشن، اول جزء عندي الموبايل ستيشن زي ما حضراتكم شايفين. الموبايل ستيشن عباره عن ايه؟ السيم سبسكرايبر ايدنتيتي موديول زائد الموبايل ايكويبمنت العده، العده زائد مين؟ زائد الشريحه زائد الخط تمام كده. عده زائد ايه ها زائد خط، ده كل ده بسميه ايه الموبايل ستيشن تمام كده. تعالى بقى عن البيز ستيشن سب سيستم، عباره عن مين ها؟ بي تي اس بيز ستيشن او ترانسيفر بيز ترانسيفر ستيشن، ترانسيفر لانه ترانسميتر ورسيفر، اب لينك وداون لينك، بيز ستيشن كنترولر. البرج اللي احنا بنشوفه ده اللي بيقدم الخدمه، او ان برج تاني يكون ليفل اعلى منه اللي ايه ها يقدم السيرفيسز كلها للبيز ستيشن تمام. السيرفيس اللي البيز ستيشن بتقدمها كلها هو بيقدمها لمين ها؟ للبيز ستيشن بتقدمها لليوزر، هو بيقدمها للبيز ستيشن بتاعته تمام كده. نخش بقى للنتورك سب سيستم. عندي بقى الموبايل سويتشنج سنتر، الفيزيتور لوكيشن ريجستر، جيت واي موبايل سويتشنج سنتر، اوثنتيكيشن سنتر، هوم لوكيشن ريجستر، اكويبمنت ايدنتيتي ريجستر تمام كده. عندي الموبايل سويتشنج سنتر فيزيتور لوكيشن ريجستر والهوم لوكيشن ريجستر تمام كده. ايه هو الفرق بين الهوم لوكيشن ريجستر والفيزيتور لوكيشن ريجستر؟ الاثنين بيعملوا ايه ها؟ الاثنين عندهم داتا عن اليوزر كلهم الموجودين في الشبكه، بس الهوم لوكيشن ريجستر داتا بيز اعلى بكتير فعندها البيانات بالكامل، بس ليه انا محتاج الفيزيتور لوكيشن ريجستر ها؟ لانه بيديني فاست اند ابديتد انفورميشن اباوت ايتش يوزر ماشي. ده الفرق بين الهوم لوكيشن ريجستر والفيزيتور لوكيشن ريجستر. الاوثنتيكيشن سنتر ده اوثنتيكيشن ده جزء يهم الجماعه بتوع السكيورتي قوي، بحيث ان مش اي يوزر يستخدم الشبكه، وكل يوزر يبقى ليه الداتا الخاصه بتاعته عشان ما يحصلش ايه كروس توك او اي تداخل بين يوزر والتاني. اوثنتيكيشن سنتر اوثنتيكيشن يعني توثيق ان مش اي يوزر يستخدم الشبكه، الراجل لازم يكون هو ايه واحد موثوق فيه وراجل فعلا تبع الشبكه عشان يقدر يستخدم السيرفيسز بتاعتها تمام كده. اوثنتيكيشن سنتر. الجي ام اس سي جيت واي موبايل سويتشنج سنتر، الجماعه بتوع الشبكات يقول لك الجيت واي ده تعرفه اللي هو ايه ها البورت بتاع الراوتر اللي بيوصلني على الوان تمام كده. لا احنا عندنا في شبكه الموبايل بقى شبيهه ليها، لو نعمل انالوج كده بين الاثنين او سيميلارتي بين الاثنين
هتلاقي الجيت واي موبايل سويتشنج سنتر هي اللي بتربط بين شبكه الموبايل كلها بشكل عام ومين بقى هو اي شبكه خارجيه. تمام كده، الجيت واي هي الوسيط اللي بين ايه البي اس تي ان او البابليك لاند موبايل نتورك او الانترنت، وسيط بين شبكه الموبايل ايه بتاعتي. وسيط بقى يعني ايه؟ هي المترجم. تمام كده، بمعنى ايه اذر نتورك؟ الجزء بتاع اذر نتورك ده بيطبق سورس كودنج، بيطبق تشانل كودنج، بيطبق انترليفنج، بيطبق سايفرنج، بس يعني لازم يطبق الكلام ده كله كاساسيات في الديجيتال كوميونيكيشن، ولكن بيطبقه باسلوب معين. شبكه الموبايل برضو بتطبق سبيتش كودنج، سبيتش ديكودنج، انترليفنج ودي انترليفنج وبيرسيت فورماتنج وسايفرنج، بس باسلوب تاني خالص. مين يقدر بقى يترجم الكلام ده للكلام ده؟ مين يقدر يخلي شبكة الموبايل بتاعتي تتفاهم مع اي شبكة تانية؟ اللي يقدر يعمل كده الجيت واي. فالجيت واي هي اخر اول جزء في الشبكة بيستقبل الترافيك اللي جاي من بره، واخر جزء ترافيك بيعد عليه بتاع الشبكة بيعد عليه قبل ما يطلع ايه بره الشبكة. هو الوسيط اللي بيترجم بين ايه؟ بين شبكة الموبايل واي ايه؟ اي شبكة تانية. تمام كده؟ طبعا ده مش جديد علينا، اللي هو ايه؟ بيز ستيشن، البيز ترانسيفر ستيشن. تمام كده، بيعمل ايه هو البيز؟ جزء ترانسيفر في البيز ستيشن راديو ريسورس مانجمنت، اللي هو بيوزع ترددات تايم سلوتس كودز بين كل يوزر والتاني، ويضمن ان مفيش واحد هياخد الريسورس بتاع التاني طول ما الاولاني شغال، بحيث ان ما يحصلش انترفيرنس. مينتينز اير انترفيس تو مينيمايز ذا ترانسميشن بروبلم، لان البيز ستيشن بتديني كنترول تشانل اللي هي مسؤوله عن ايه؟ بدايه المكالمه ونهايتها، وحفظ المكالمه او حفظ الكواليتي بتاع المكالمه. تمام كده، راديو ليفل بار كنترول. بار كنترول ايه بقى؟ بار كنترول، لو والله البار كنترول يعني ايه؟ ان انا اقلل البار بتاع البيز ستيشن او ازودها. ازودها امتى واقللها امتى؟ ازودها لو انا عايز اخدم يوزر عند السيل ايدج يوزر، عند السيل ايدج. تمام كده، يبقى لازم اعلل البار عشان توصله كويس. لو بقللها امتى؟ والله لو اليوزر قريب مني يبقى انا مش محتاج ابعت له باور عاليه. تمام كده، تاني حاجه لما ابعت له باور قليله يبقى انا بعمل ايه؟ بعلل باور افشنسي بتاع السيستم، وايه كمان؟ ما بعملش انترفيرنس على اي سيستم تاني او على اي بيز ستيشن تاني. لما اقلل الباور كمان ايه اللي بيحصل؟ ايوه، بقلل الانترفيرنس اللي بين الكود شانل سيل، يبقى ازود الفريكوانسي ريوز، يبقى ازود مين؟ الكباسيتي بتاع السيستم. ولما اقلل البار بتاع البيز ستيشن يبقى انا بوصل للي احنا سميناه من ايه الفيديو اللي فات ايه؟ ايوه، جرين كوميونيكيشن. بتعمل لي كمان سايفرنج ودي سايفرنج لليوزر داتا. طب امتى بتعمل سايفر؟ في الداون لينك لما تكون هي الترانسميتر. بتعمل دي سايفرنج امتى؟ لما تكون هي الريسيفر، وفي الحاله دي بتعمل دي سايفرنج في الاب لينك. تمام كده، بيكون الموبايل ستيشن هي اللي بتبعت والبي ستيشن هي الريسيفر. تمام كده، سبيتش بروسيسنج. سبيتش بروسيسنج يعني ايه؟ يقصد بيه سبيتش انكودنج او ديكودنج حسب انا شغال في الداون لينك ولا الاب لينك. تاني حاجه يقصد بيها برضو ايه؟ سبيتش انكودنج، اللي هو تحويل الانالوج سيجنال من 0 ل 4 كيلو، اللي هي الانالوج سيجنال اللي عباره عن ايه؟ ديجيتال سيجنال. سامبلر كوانتايزر انكودنج، انكودنج. تمام، تعالى تاني حاجه برضو اللي هو السورس انكودنج، اللي هو الهوفمان كود، اوبتيمم لينس كود، او الاوبتيمم كود اللي احنا قلنا عليه شانن او شانن فان، عشان اعمل مين؟ داتا كومبريشن. لينك ليفل كواليتي ميجرمنت، يعني ايه لينك ليفل بقى؟ طوال البيز ستيشن مش بتدي اليوزر اتشانل ويتكلم عليها وخلاص، لا ده لازم بتتابعها باستمرار. تمام كده، عشان ايه؟ ما يحصلش كول دروبنج. لو الشانل وقعت هيحصل ايه؟ كول دروبنج. فهي بتطوال بتتابع لينك ليفل كواليتي ميجرمنت، طوال بتقيسه وبتبدا تعالجه. لو قليل، لو البار قليل تعليها، لو الباندويتس قليل هو عايز داتا ريت اعلى تعلله الباندويتس. تعمل متابعه باستمرار لحاله اللينك اللي بينها وبين الموبايل ستيشن. البيز ستيشن كنترولر ده بقى بيعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا هو ليفل اعلى من البيز ستيشن، بيز ستيشن بس ليفل اعلى منها، المديره بتاعه البيز ستيشن. ات از كونكتد تو الموبايل سويتشنج سنتر مور اوفر ات كان كنترول وان اور مور بيز ستيشن، بتتحكم في اكتر من بيز ستيشن، وهي اللي بتحمل الترافيك من البيز ستيشن للموبايل سويتشنج سنتر. اي ترافيك من البيز ستيشن الموبايل سويتشنج سنتر مش هتفهمه الا ما يعدي على مين؟ على البيز ستيشن كنترولر. وكذلك اي ترافيك من الموبايل سويتشنج سنتر للبيز ستيشن مش هيتفهم الا لما يعدي على مين؟ البيز ستيشن كنترولر. هو المترجم بين الموبايل سويتش كنترولر واكتر من بيز ستيشن. بيعمل ايه كمان؟ نفتكر مع بعض، ممكن يعمل ايه؟ يساعد في عمليه الهاند اوف اللي بين بيز ستيشن والتاني. تمام كده، ممكن لو انا شغال دايناميك اساينمنت يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ريسورس الوكيشن لكل بيز ستيشن، صح كده؟ يعمل الهاند اوف، او يعني يعمل مانجمنت للهاند اوف، او يعمل سوبرفيجن للهاند اوف. تمام، ده اول حاجه. ايت سويتش ترافيك اند سيجنالنج بتوين بيز ستيشن والموبايل سويتشنج سنتر، قلنا اللي هو الوسيط بين الاثنين.
للبيز ستيشن كنترول للبيز ستيشن هتفهم الترافيك بتاع الموبايل سويتش سنتر ولا العكس، الا لما لازم يكون في وسيط البيز ستيشن ايه كنترولر ده يكون هو الوسيط وهو يكون موجود بينه. It connected the serial circuit and the channel on air interface. تمام كده. It can control the handover performed by the BTS. لازم يعمل كنترول على الهاند اوفر اللي بتعمل بين البيز ستيشن وبعضها، يعمل كنترول عليه على الاقل، يعمل سوبر فيجن. لازم يكون عنده معلومه، يا اما يتحكم فيه وياخد قرار هو بنفسه هو الموبايل سويتشنج سنتر، يا اما ايه يا اما على الاقل لو البيز ستيشن عملت بينها وبين بعضها يكون هو عارف برضو ايه ها ان في هاند اوفر حصل. It supervise frequency allocation and the power control. اي باور كنترول ليوزر ايكوبمنت او موبايل او بيز ستيشن لازم يكون هو ايه عنده خلفيه عنه، وبيساهم في عمليه الفريكوانسي allocation او الريسورس بقى allocation زي ما احنا قلنا، لان في نوع اسمه دايناميك، يعني اليوزر مش هياخد باند يتكلم عليه الا لما نرجع للبيز ستيشن والبيز ستيشن كنترولر والموبايل سويتشنج سنتر. تعالى بقى نشوف الموبايل سويتشنج سنتر بقى ايه مسؤول عن ايه كده بشكل عام. هي اللي بتعمل السويتشنج. It provides a call switching like a telephone exchange. هو السنترال اللي ماسك المكالمات كلها في الشبكة. تمام كده. It provides a call switching like a telephone exchange. عامل زي السنترال بتاع شبكة التليفونات كده. هو ده الموبايل سويتشنج سنتر. هو ده الكور اللي ربط الشبكة كلها بينها وبين بعضها. فبيساهم في عملية الكول بروسيسنج وليه اوبريشن ومينتنس سبورت، وبيعمل حاجة تانية انتر نتورك كونكشن. تمام كده. نخش على الجزء الاولاني كول بروسيسنج. It includes the control of the data, voice call set up, inter base station and inter base station handover, control of the mobility management. تمام. يعني ايه اي هاند اوفر بين يوزر والتاني ممكن الموبايل سويتشنج سنتر تتدخل فيه. تمام كده. اللي هو كنا سميناه ايه انتر موبايل سويتشنج سنتر هاند اوف في الايه ها في الـ في الـ في المحاضره الاولى. اوبريشن اند مينتنس سبورت. طوالي هو مش واقف كده بيراقب وخلاص، لا ده هو يعني it includes the database management traffic metering measurement and machine man machine interface. عباره يعني هو بيراقب اداء الشبكه كلها بحيث ان لو في ضرب في اي مكان يبدا يعالجه، يبدا يتدخل، يبدا يوجه البيز ستيشن كنترولر البيز ستيشن ليه وبياخد اجراءات معينه تحفظ سلامه المكالمه والاوبريشن الجيد للشبكه. تمام كده. انتر نتورك كونكشن. يعني ايه بقى انتر نتورك كونكشن؟ انتر نتورك كونكشن قلت لك شبكه الموبايل لها استراتيجيه الخاصه بيها، من شانل كودنج، سورس كودنج، انترليفنج، تي انترليفنج، بيرست فورماتنج. اي شبكه بتعمل الكلام ده برضو بس باسلوب تاني. من اللي يقدر يربط بين الاثنين؟ الموبايل سويتشنج سنتر عن طريق الجزء اللي احنا سميناه ايه بقى، ايوه الجيت واي موبايل سويتشنج سنتر، المترجم اللي على حدود الشبكه لاي ترافيك طالع من الشبكه لشبكه تانية لازم يعدي عليه عشان يترجم كويس ويتفهم صح، واي ترافيك جاي من الشبكه خارجيه للشبكه بتاعتي شبكه الموبايل بتاعتي لازم يعدي على الجيت واي موبايل سويتشنج سنتر عشان الشبكه بتاعتي تقدر تفهم الترافيك اللي جاي ده جاي ليه وبيعمل ايه وهفهمه ازاي بالظبط. نيجي بقى نشوف الهوم لوكيشن ريجستر. تمام كده. الهوم لوكيشن ريجستر ده ببساطه قوي احنا قلنا عباره عن ايه. تمام كده. داتابيز كبيره جدا زي موظف الاتش ار او شؤون العاملين اللي في مصلحه معينه عنده ملفات عن الموظفين كلهم. الهوم لوكيشن ريجستر ده عباره عن داتابيز فيه اللوكيشن بتاع اليوزر كلها اللي في الشبكه ومعلوماتهم كلها. تمام كده. زيه زي الفيزيتور لوكيشن ريجستر، بس الهوم لوكيشن ريجستر عنده البيانات كامله وبالتفصيل، بس مشكلته زي ما قلت لك ما تطلبش خدمه صغيره من واحد كبير، ما روحش للهوم لوكيشن ريجستر واطلب حاجه بسيطه تكون الفيزيتور لوكيشن ريجستر يقدر يديها لي بسهوله. فالفيزيتور لوكيشن ريجستر عامل زي ايه ها زي الهوم لوكيشن ريجستر بس بيديني فاست اند ابديتد انفورميشن. الهوم لوكيشن ريجستر يا جماعه عنده البيانات كلها بس مش هروح اطلب منه حاجه بسيطه. تمام كده. ما تطلبش منه الا حاجه كبيره. تمام كده. انما الفيزيتور لوكيشن ريجستر زي الهوم لوكيشن ريجستر داتابيز بس صغيره، فانا لو انا عايز معلومه بسيطه اخدها مين؟ اخدها منه. ليه؟ هيديها لي بسهوله وهيديها لي ببروسيسنج اقل. لما نيجي نخش على الفيزيتور لوكيشن ريجستر، الراجل هنا برضو بيعترف وبيقول اهو ان هو زيه. It is a local database and contain a copy of most of data of home location register. قلت لك الفيزيتور لوكيشن ريجستر ده هو موظف الامن اللي واقف على البوابه الخارجيه. لو انا عايز اعرف الموظف جه ولا ما جاش، لو رحت للهوم لوكيشن ريجستر هيديني المعلومه بس هيعمل بروسيسنج كتير قوي. لا انا مش عايز معلوماته ولا تاريخ ميلاده ولا جزئاته ولا الكلام ده كله، انا عايز ببساطه هو جه ولا ما جاش، يبقى مين اللي يعملها لي؟ موظف الامن اللي على البوابه يقول لي فلان جه وفلان ما جاش، ده فلان جه وطلع امتى ورجع امتى والكلام ده كله. فالفيزيتور لوكيشن ريجستر بيديني فاست اند ابديتد انفورميشن. تمام كده.
المعلومه اللي انا ممكن اجيبها من الهوم لوكيشن ريجستر بصعوبه اجيبها من الفيزيتور لوكيشن ريجستر بسهوله جدا جدا جدا. هو بقى الاوثنتيكيشن سنتر. ها الاوثنتيكيشن سنتر ده اوثنتيكيشن يعني توثيق، مش اي حد يستخدم الشبكه. ات بروفايدز اوثنتيكيشن فور ا سبسكرايبر ايدنتيتي، لازم نعرف هويه اليوزر اللي يستخدم الشبكه. ما يبقاش راجل مش جايب خط تبعي انا كشركه يكون معاه خط شركه ثانيه وايه ويستخدم شبكتي، ما ينفعش خالص. تمام، يبقى لازم اتاكد من هويه المستخدم بتاع الشبكه ده ان الراجل ده يحمل شريحه تبعي انا. تمام كده، ات انشور كونفيدنشاليتي اوف اتش سيل. تمام كده، مش كده برضو بتعمل توثيق، ما بتعمل توثيق لكل يوزر، بتعمل توثيق على كل سيل. لازم تكتشف هويه السيل نفسها، يعني بتتاكد من هويه اليوزر ها وهويه مين وهويه البيز ستيشن وهويه البيز ستيشن كنترولر، ان البيز ستيشن دي تبعي انا مش تبع شركه تانية. ات هيلب نتورك اوبريشن تو ايدنتيتي زير يوزر، بتساعد الشبكه ان ايه تعرف اليوزر الجيدين بتوعها. لو انا عايز اعرف اليوزر اللي كان مستخدم تبع الشبكه هروح للاوثنتيكيشن سنتر هشوف اليوزرز الموثوق فيهم او الشبكه معتمداهم ومعترفه بيهم، يبقى دول ايه انا عندي كام مستخدم بالظبط. تمام كده، it is associated with home location register، ده وضع طبيعي. انا وانا بتكلم عن الاوثنتيكيشن سنتر دلوقتي حسيت ان انا بتكلم عن اوبشن كتيره ممكن الاقيها في الهوم لوكيشن ريجستر. مش احنا لسه قايلين من شويه من لحظات الجمله اللي فاتت بس ان الاوثنتيكيشن سنتر عارف هويه اليوزر اللي موجودين في الشبكه وممكن اروح له علشان اعرف كام يوزر عندي في الشبكه. ده الهوم لوكيشن ريجستر ممكن يعمل لي كده، فيبقى الاثنين في اسوسيشن وتعاون كبير قوي وارتباط وثيق بينهم وبين بعض. بعد كده اوثنتيكيشن بروسيس واليوجوالي تيك بليس اتش تايم إذا سبسكرايبر انيشياليز اون ذا سيستم، ما تقفل العده وتشغلها تاني، لازم بيحصل عمليه الاوثنتيكيشن ده. تمام كده، مش مره واحده اول ما تجيب الخط، لا ده انت كل ما بتعمل ايه هي ريستارت العده بتاعتك او بتعمل ايه اون اوف وبعدين اون. تمام كده، هو الاوبريشن اند مينتنس سب سيستم ده بقى ده جزء مهم جدا. الاوبريشن اند مينتنس سب سيستم يعني جزء كده من الشبكه بيراقب اداء الشبكه كلها، اداء اليوزر، اداء البيز ستيشن، اداء البيز ستيشن كنترولر، اداء الموبايل سويتشنج سنتر اللي احنا قلنا ان هي اكستشينج، بحيث ان لو فيها اي دروب في اي مكان تمام كده يقدر يبلغ عنه ويبدا يتعامل معاه. فولت ريبورت اند الارم هاندلنج، بيرفورمانس سوبرفيجن، اشراف على اداء الشبكه بشكل عام واجزائها. فولت ريبورت لو في اي حاجه غلط يبدا يبلغ بيها. فولت ريبورت اند الارم هاندلنج، يدي انذار عن ايه عن عيب معين او تهنيجه في السيستم بالبلدي كده او اي ديفولت ممكن يشوفه في السيستم. تمام كده، ستورج اوف السوفت وير اند الداتا، يبدا يخزن الداتا بحيث انه ممكن يعمل لها باك اب في اي وقت من الاوقات. تمام كده، ستور داتا فور مينيمم 1 يير، ده بيسجل الداتا على 1 يير بحيث انه ممكن اعمل لها ايه ريستور في اي وقت او تكون بيانات مهمه ما اقدرش استرجعها اعمل باك اب في اي وقت كده يعني. تمام، هنا برضو اوبشن بيقول لك دايناميك مونيتورنج اند كنترولنج اوف ذا نتورك، هو بيعمل دايناميك مونيتورنج لاداء الشبكه، اداء اليوزر، اداء البيز ستيشن، اداء البيز ستيشن كنترولر، اداء مكونات الشبكه بشكل عام، وبيتاكد ان كل ايه ها جزء بيقوم بالوظيفه بتاعته على اكمل وجه. تمام كده، اوبريشن اند مينتنس داتا فانكشن، نفس الكلام كله بمعنى واحد. ولو سؤال لو جه في الامتحان تعبر ايه عن النقطه دي باي اسلوب اللي زي ما قلنا ان ايه بس يكون صح وملخص. تعالى بقى نشوف دلوقتي شبكه الجي اس ام شغاله عندها ترددات كام. اسئله برضو من اللي بتيجي في الانترفيو ويقول لك كومنت اون يور ريزلت. طبعا انتوا عارفين اسلوبي في الامتحانات احب ان احنا نقرا النتائج مش مجرد ان احنا نبصمها، المهندس غير اي حد تاني. تمام كده، يشوف النتائج ويعلق عليها. فالناس لما جم يشتغلوا في الايه في الجي اس ام خدوا ار اف سبيكترم كام؟ عندي 3 بندات جي اس ام 900. تمام كده، عندي جي اس ام 1900، عندي جي اس كام؟ جي اس ام 1800 عشان ما نتلخبطش فيهم، 900 وبعدين 1900 وبعدين ارجع 1800، 900 1900 1800. تعالى بقى البند الاولاني اللي هو ايه جي اس ام 900 ده، هلاقي من الموبايل ستيشن للبيز ستيشن عندي بند من 890 ل 915، دول كام؟ الفرق كده 25 ميجا هرتز. تمام كده، طب من البيز ستيشن للموبايل ستيشن ده اللي بسميه داون لينك. تمام كده، او الفورورد لينك من 935 ل 960، ده برضو كام؟ عباره عن 25 ميجا هرتز. يبقى انا اقدر اقول الباند بتاع الاب لينك والداون لينك كام؟ 25، بس متكرر مرتين، 25 فوق اللي هم خارج الطرح او الايه سبتراكشن من 915 ماينس 890 ده مدينا 25 ميجا، ومن 960 ل 935 ادينا 25 ميجا. فالباند ويث توتال عباره عن 2 في 25 ميجا، 25 ميجا والاثنين دي نتيجه لمين؟ ها اب لينك وداون لينك. تمام كده، طيب
تعالى بقى دلوقتي الجي اس ام 1800 من الموبايل ستيشن للبيز ستيشن عباره عن ايه ده اللي سميته الاب لينك من 1710 ل 1758 ميجا هرتز. تمام كده يبقى ده كام؟ ادينا 75 ميجا هرتز. طيب من البيز ستيشن ايه للموبايل ستيشن ده واللينك من 1805 ل 1880 ادينا برضو 75. يبقى انا اقدر اقول 2 في 75، 75 فوق و75 تحت، يبقى 2 في 75. تمام كده. طيب ما يهمنيش انا الكلام ده كله، لما اقول لك وات از وات از سبيكترم او الباند بتاع الجي اس ام تقول لي 900 و1900 و1800 ميجا هرتز. تمام كومنت اون يور ريزلتس بقى. تمام كده لو جبت لك الداتا دي كامله كده واقول لك كومنت اون يور ريزلتس نلاحظ ايه بقى. تعالى كده الجي اس ام 900 ده والجي اس ام 1800، بص لفوق عند 900 وبص تحت عند 1800، هتلاقي فوق كان الباند ويدث كام؟ 2 في 25 ميجا هرتز، يعني كان الباند ويدث عندي 50 ميجا هرتز، صح كده؟ 2 في 25 50 ميجا. حد عنده اعتراض على كده؟ اعتقد لا. تمام الباند ويدث عند 1800 ميجا عباره عن كام؟ 150. تمام كده 2 في 75 150 كام ميجا. طب ايه الفرق بقى؟ عند الجي اس ام 900 ميجا قدرت استخدم باند ويدث 50 ميجا، عند الباند عند الفريكوانسي 1800 استخدمت باند ويدث كام؟ 150 ميجا. يعني ايه؟ اهو هاي فريكوانسي جيف هاي باند ويدث. لما انتقلت بالكارير فريكوانسي من 900 ل 1800، من 900 ميجا ل 1800 ميجا قدرت استخدم باند ويدث من 50 ميجا ل 150 ميجا. اهو هاي فريكوانسي. تمام كده هاي فريكوانسي جيف ايه؟ جيف هاي باند ويدث. دي ملحوظه في الكوميونيكيشن واعرفها كده من دلوقتي، هننتقل من جيل لجيل يبقى انا هعلى بالكارير فريكوانسي عشان اقدر استخدم ايه؟ باند ويدث عالي. يعني ايه باند ويدث عالي؟ يعني لينك كاباستي تكون عاليه، سيستم كاباستي تكون عاليه، اقدر استخدم باند كبير، اقدر اخدم عدد مشتركين كتير. وزي ما قلت لك الراجل اللي بيعمل شبكه عايز يخدم عدد يوزر كبير علشان يكسب. تمام كده الملحوظه بتاعتي انتقلت من 900 ل 1000 لما 900 ميجا هرتز كارير فريكوانسي 1800 ميجا هرتز كارير فريكوانسي، اللي حصل خدت باند ويدث عالي. عند 900 كنت باخد 50 ميجا، عند ال 1800 كام؟ خدت 150 ميجا. هاي فري كارير فريكوانسي جيف هاي باند ويدث. ده اول ملحوظه. ايه الملحوظه الثانيه بقى؟ تعالى كده لباند ال 900 هتلاقيني حاطط من في الاب لينك، في الاب لينك. تمام كده الاب لينك استخدمه انت من كام؟ من 890 ميجا ل 915، انما في الداون لينك خدت من 935 ل 960. عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك ان في الاب لينك الباند ويدث 25 وتحت برضو 25. تمام طب ليه خليت اللو فريكوانسي؟ ما انا كنت ممكن بفكر في ايه؟ اخلي الاب لينك نفسه يشتغل من 935 ل 960 والداون لينك يشتغل من 890 ل 915، ولكن لا، قال لك لا الهاي فريكوانسي اديه للداون لينك. ليه؟ لان هاي فريكوانسي يعني هاي باس لوس. يعني ايه هاي باس لوس؟ يعني الترانسميتر في الحاله دي لازم يقدر يبعد، لازم عنده القدره ان يبعد باور عاليه علشان يوصل مين؟ للريسيفر، لان الباس لوس عالي. يبقى في الحاله دي، الحاله دي زي ما احنا قلنا احنا لازم نضحي بحد، يا البيز ستيشن يا الموبايل ستيشن، بس البيز ستيشن تقدر تبعت لي باور عاليه علشان تقدر تغطي على الباس لوس العالي نتيجه لاستخدام الهاي فريكوانسي. تمام كده علشان كده بدي الداون لينك طوالي هاير فريكوانسي. هتلاقي نفس الملحوظه عند جي اس ام 1800، هتلاقي الداون لينك استخدم من 1805 ل 1880 انما الاب لينك من 1710 ل 1785. برضو الهاي فريكوانسي اديته لمين؟ ها للداون لينك، عشان البيز يعني هاي فريكوانسي يعني هاي باس لوس، فالترانسميتر لازم يبعت باور عاليه علشان يقدر يتغلب على الباس لوس ده والاشاره توصل للريسيفر كويسه. تمام كده ايه الكونكلوجن بتاعنا في الباند بتاع الجي اس ام؟ ها الجي اس ام مبدئيا شغال عند 900 ميجا، 1900 ميجا و 1800 ميجا. ايه الكومنت بتاعي؟ ها هاي فريكوانسي، ها هاي فريكوانسي جيف هاي باند ويدث. لما انتقلت من 900 ل 1800 ايه اللي حصل؟ ها خدت من 50 ميجا هرتز عليت لكام؟ 150، ثلاث اضعاف الباند، يعني ثلاث اضعاف المشتركين. يعني الشبكه تقدر تشتغل تخدم مع ثلاث اضعاف اليوزر. تمام كده لانها بس انتقلت من 1900 ل 1000 من 900 ل 1800. تمام كده تاني حاجه ان الهاي فريكوانسي بديه ها في الداون لينك، انما اللو فريكوانسي بديه لمين؟ في الاب لينك. انا بقى نتكلم بشكل عام عن عيوب السكند جنريشن
كنا بنتكلم كل ده عن الجي اس ام. الجي اس ام قلنا ان هو تبع مين؟ تبع السكند جينيريشن، تمام كده. فاحنا هنتكلم عن عيوب بتاع ايه السكند جينيريشن بشكل عام، تمام كده. السيستم كان هاف لو داتا ريت، اي نعم السيستم ده كان ديجيتال وكان فيه مميزات الديجيتال اللي احنا اتكلمنا احنا في اول المحاضره، بس انا كنت عايز انقل داتا بس للاسف نقلت لو داتا ريت. بس كتر خيرهم ان عملوا لي ديجيتال سيستم بمميزاته والمميزات اللي احنا قلنا اتكلمنا عليها في اول المحاضره. بس ولكن في عيوب، معلش في برضو تقصير لازم نحاول نعالجه، ان الداتا ريت كان ايه؟ كان قليل، كان ماكسيمم 64 كيلو بت بير سكند. تاني عيب، الاوفر دي ترافيك ريت واز نوت سوتابل فور داتا ترانسميشن. الداتا ريت ده هو ديجيتال سيستم اي، بس انا ما قدرتش ابعت ايه داتا، قدرت ابعت ايه فويس في شكل ديجيتال سيجنال، حسنت الفويس ترانسميشن بس قدرت ابعت كداتا، ما قدرتش ابعت داتا، بعت مين؟ اس ام اس بس، شورت مسج سيرفيس اونلي، تمام كده. ولكن احنا خدنا ما نقدرش ننكر فضله ان عمل الديجيتال فويس ترانسميشن اللي هو احسن بكتير من الانالوج. The system can support low speed mobile user. مش احنا قلنا احنا موبايل سيستم، يعني ايه موبايل؟ البيز ستيشن او الترانسميتر او الريسيفر بيتحركوا اثناء عمليه مين؟ الكوميونيكيشن. طب السيلولار سيستم موبايل؟ لان البرج ثابت، ها، واحد ترانسيفر ثابت اللي هو البيز ستيشن، وترانسيفر متحرك اللي هو مين؟ اللي هو الموبايل ستيشن، تمام كده. الموبايل ده ممكن يكون واحد انا بتكلم في الموبايل وماشي، ممكن اكون راكب عربيه يبقى واخد صوره العربيه، راكب قطر تمام كده، راكب قطر سريع شويه، فدلوقتي لازم اكون ايه؟ ها، لازم اكون اعمل مكالمه واخد يعني مميزات شبكه كلها، من اكسس للنتورك، من ابلود داونلود اونلاين جيمنج واتيفر، انا بستخدم الشبكه بتاعت الايه بس عند الهاي موبايل سبيد، لازم اكون وانا راكب قطر يعني ما الشبكه ما تقعش او ما اقدرش اعمل مكالمه، ده كله ده عيوب، تمام كده. الجي اس ام كان سبورت اللو سبيد موبايل يوزر اونلي، وانت راكب قطر او وسيله مواصلات سريعه ممكن يعني ممكن ايه المكالمه توقع، او ممكن ما تقدرش تعمل مكالمه، او ما تقدرش تستقبل المكالمه، واحد زميلك يقول لك والله انا رنيت عليك وانت كنت غير متاح، انت قافل الموبايل ليه؟ والله انا مش قافله بس كنت راكب قطر بسرعه شويه، القطر كان سريع وشديد حلو، فعشان كده انت ايه ما حسيتش بيا وما عرفناش نكلم بعض. السيستم ذا سيستم هاف لو هاردوير كابابيلز، امكانياتها كانت محدوده برضه، كانت العدد امكانياتها محدوده، تمام كده. انا مش هقدر ابعت داتا، كان اخر صوت بس او اس ام اس. ذا سيستم هاف ليميتد كاباسيتي، السيستم ده نهي من الكاباسيتي عشان الراجل بتاع القطاع الخاص ده عايز يكسب، تمام كده. فانا لازم اخدم عدد اكبر من اليوزر، فعيب السكند جينيريشن والجي اس ام او سكند جينيريشن بشكل عام ان الايه الكاباسيتي بتاعته عدد اليوزر اللي يتخدمه في نفس الوقت كانت محدوده. السؤال هنا يجي ازاي؟ What are the demerits أو عيوب second generation system؟ هو نفس السؤال، إن أنا أقول لك What are the motivation to the third generation أو motivation to the two and a half systems؟ دي عيوب second generation وهو ده motivation لل two and a half systems. إيه two and a half systems؟ ده ليه سميتها two and a half؟ two and a half يعني 2.5، لا second generation ولا third generation، حاجة كده بينهم، حاجة عدنا نطور في عيوب الجي اس ام عشان نروح للجيل الثالث، بس الداتا ريت للاسف ما وصلش 2 ميجا بت بير سكند، فعشان كده ما اقدرش اسميه ايه جيل ثالث، فسميته ايه 2 اند هاف جينيريشن، تمام كده. ما اقدرش اسميه جيل ثالث فسميته ايه 2 اند هاف جينيريشن. ايه بقى الموتيفيشن بتاعي؟ ان الداتا ريت في جي اس ام كان سبورت لحد 9.6 كيلو بت بير سكند فقط، فطوروا ال 2 اند هاف جينيريشن، وبعد كده طوروا لي الثيرد جينيريشن. الثيرد جينيريشن برضه نذكره كده مرور الكرام، معتمد على وايد سي دي ام اي، وايد باند سي دي ام اي سيستم، والداتا ريت كان ماكسيمم 2 ميجا بت بير سكند، تمام كده 2 ميجا بت بير سكند. طب تعالى بقى نشوف في حكايه ال 2 اند هاف جينيريشن ده اتطور ازاي بقى ال 2 اند هاف جينيريشن، تمام كده. اول حاجه هاي اس سي اس دي، هاي سبيد سيلكت سويتش الداتا، ده كان تطوير اول تطوير للجي اس ام بحيث ان يخلي الداتا ريت كام؟ 76 كيلو بت بير سكند، تمام كده. هاي سبيد سيركت سويتش الدات، التطوير الثاني استخدم الجي بي ار اس جنرال باكت راديو سيرفيس، ده كان معتمد على الباكت سويتشنج تكنولوجي، تمام كده. والداتا ريت وصل ماكسيمم كام؟ 115 كيلو بت بير سكند، تمام كده. التطوير الثالث عن طريق نظام الايدج انهانسد داتا ريت فور جي اس ام ايفوليوشن، وفيه كتب بتقولها انهانسد داتا ريت فور جلوبال ايفوليوشن، وات ايفر الابريفيشن ده فاليد فور مين، ولكن هو مختصر ايدج. الداتا ريت كان وصل لكام؟ 547
واتنين من عشرة كيلو بت بير سكند الماكسيمم داتا ريت، لان ده كان معتمد على مين؟ ها الجي اس ام كان بيطبق المينيمم شيفت كينج اللي هو فريكوانسي شيفت كينج، بس بطبق بلسه شيبنج فلتر جاوشن فلتر، تمام كده. فهو في الاصل كان الجي اس ام مطبق الاف اس كي فريكوانسي شيفت كينج، موديفيكيشن منه كان اسمه مينيمم شيفت كينج، تمام كده. تمام كده. انما الايدج طبق مين بقى؟ الايدج طبق ال 8 بي اس كي، 8 بي اس كي. يعني ايه 8 بي اس كي؟ فيز شيفت كينج وعندي 8 سيمبل، بقسم ال 360 على كام؟ على 8، يبقى كل سيمبل له ديجري ماشي عليها. بس عموما ال 8 بي اس كي البور افشنسي بتاعته عاليه، والداتا ريت بتاعه ايه؟ 3 اضعاف المينيمم شيفت كينج. ولان دلوقتي الايدج اقصى حاجه وصلتها في تطوير الجي اس ام كان 547 كيلو بت بير سكند، نص ميجا بت بير سكند، ما وصلش ل 2 ميجا بت بير سكند، فعلشان كده سميته ايه؟ 2 اند هاف جنريشن، يعني احسن من ال 2 جي ولكن اقل من ال 3 جي.